ازيك يا كادي اندرو، عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. احكي لي، يالا فشخوك ازاي تاني؟ انت النهارده ما قلتليش ان هما فشخوك، ايه الاخبار؟ ما قلتليش يا صايع ان هما فشخوك ولا حاجه. النهارده حاجه غريبه يعني. مورنينج يا احمد. طبعا مفشوخ نفسيا ومعنويا وكله until proof otherwise، يعني اكيد يعني. هو ملف السلايد اللي جالي ده حاجة سيئة أوي. أنا ما أعتقدش إن الاسم اللي عامله هو فعلا ده طالب اللي عامله. أمال في واحد عندكم اسمه هشام قال لي هو ده الملف بتاع الكلينيكال اللي هجيبه منه أعمله؟ لا، ده ملف وحش فعلا. لا، ده ملف وحش فعلا. لو أنتوا عايزين أعمل لكم ملف عليه أسئلة ماشي، لكن ده سيء جدا يعني. يعني ممكن اعمل لكم سلايد للامتحان، ده ممكن، لكن الملف ده لا، سيء جدا طبعا يعني. انا ممكن اعمل من اخد منه حاجات، انما سيء يعني فشيخ يعني، سيء جدا يعني، حاجه زباله يعني. طيب هو فين هشام ده؟ هشام ده موجود ولا لسه؟ هشام موجود ولا مش موجود لسه؟ لو موجود يرفع ايده يعني، لو هو موجود في وسط اللي موجودين يرفع ايده عشان افهم منه عايز ايه. طيب مش موجود. انت يا ده هشام وانت حاضر ارفع ايدك يلا. طبعا هو اندر، لو انتوا حضرتوا السلايدز بتاعت عين شمس، سلايدز عين شمس دي عددها 1200 سلايد، فاهمين يا رد؟ ولسه تتفتح تاني حاجات تاني. هو ممكن يعمل اي حاجة، هي اللعبة انت مذاكر ولا لا. فهو هيجيب سلايد يقنعك ان حد عنده حاجة معينة توصل بيها لدياجنوزيس معين، وبعدين هيسألك ايه الانفستيجيشن، وهيسألك ايه التريتمنت اللي هتعمله. ده بالنسبة للوم كيس. بالنسبة للشورت كيس هيجيب لك صورة بيزل سيل كارسينوما، سكويما سيل كارسينوما، صورة حاجة ويقول لك ويسألك عليها ايه رأيك في الايجز، مثلا ايه رأيك في الفلور، حاجات من هذا القبيل يعني. وهي حاجة هتبقى متوقفة في المقام الاول، طالما لغى العيان فهي متوقفة على مستوقف النظر، فاهمين؟ طالما لغى العيان يبقى هي مستوقف النظر، لكن مستوقف الكلينيكال هيبقى من مذاكرتك الشيت. يعني ممكن يسألك مثلا لو في رينال سولنج، رينال انجل بين ايه وايه، فاهمين؟ لو في ماينور اسايتس نعرفها ازاي، فاهمين؟ مثلا ازاي تو ديتكت تراكيو ماليشيا في التراكيه مثلا، كوخر تيست، فاهمني؟ حاجات من هذا القبيل يعني. هو غالبا هيعمل حاجه من هذا القبيل يعني. مش هو اولاد هيجيب لكم صور ويسالكوا عليها ريتن في تكتبوا في اللونج كيس، وفي الشورت كيس هيجيب صور ايه ترو فولس عليها ترو فولس. هو قال في اللونج كيس، ما ترد عليا يالا انت، هو قاله في اللونج كيس هيجيبوا صور عليها اسئله ريتن، سؤال نظري وسؤال عملي وسؤال دايجنوزيس. ده في اللونج كيس يا دعاء ولا في الشورت؟ في اللونج ولا في الشورت؟ ما انا فاهم. هو قسم السلايد لونج واوسكي، لونج واوسكي ولا كله مع بعض بقى خلاص يعني؟ اللونج والاوسكي بنفس الطريقه كله يعني؟ مفيش. هو مش مقسمها بقى لونج واوسكي. هو خد درجات الكلينيكال كلها، هيجيب سلايد ويحط سؤال في الدايجنوزيس بتاعه، وسؤال في النظري بتاعه، وسؤال في الكلينيكال. حلو حلو حلو. بس خلي بالكم بقى يعني، مثلا الكلينيكال انتوا دايما بتحفظوا خمس شتات، ثيرويد وبريست وهرنيا وفاريكوسيل وهيدروسيل وابدومن وفاريكوس فين وسكيميا ودومتو. دلوقتي هو هيسالكم في اي حاجه، هيجيب حاله اكتوبيا فازايكا ويحط لك صورتها، فاهمين يا رد؟
ويسألك ايه الدياجنوز بتاعك وايه اللي في الكتاب. كتاب ايه؟ كتاب الاسم. كل الصور اللي في الكتاب كتاب ايه؟ كتاب الاسم. طيب اوكي، لو كتاب الاسم مقدور عليه، لو كتاب الاسم، لو هو قال ان اي صورة من صور كتاب الاسم لا مقدور عليها ان شاء الله، زي ولا صورة من صور كتاب الاسم وقال ممكن من النت، وهم نزلوا فايل. فين الفايل ده دعاء؟ فين الفايل اللي هو نزلوه؟ مش اللي زميلكم عامله، مش اللي زميلكم عامله، اللي هم نزلوه، اللي الاسم نزله يا دعاء، مش اللي زميلكم عامله. ها طيب، لو الاسم نزل حاجة ابعتها لي، انما لو واحد زميلكم عامل ملف عشان يخوفكم بيه، لا ده كلام فاضي، ده مش شغل دكاترة يعني. يعني اللي معمول ده مش شغل دكاترة، ملوش دعوة بالدكاترة يعني. ما الملف اللي وصل لي طلع واحد زميلكم اللي عامله، فلما واحد زميلكم سايكوباس عامل حاجات يعني يضايقكم بيها، ده مش معناه ان الاسم اللي عامله يعني، ده مش شغل دكاترة يعني. مروان ابعته، لو ملف الاسم ابعته، لو ملف الاسم يا مروان ابعته، ابعته لنا يعني، ابعته لي بصورة مباشرة يعني. طيب خدوا الرقم عندك يا اولاد، 010-3-1-2-1-0-7-8، عشان خاطر لو عايزين حاجة ببعتها لي على الواتساب. ده ملف صغير قوي، انت عايزين اعمل لكم حاجات زيه يعني؟ يعني الملف اللي وصل لي ده اهو، ده الملف اللي وصلنا، انا الملف الاخير ده اللي وصل لي يعني، يعني في الصورة دي. ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتاعت القسم؟ القسم بعت صورة كده اقولك ايه دي؟ طب اسألوه، ابعتوها لرئيس القسم قولوا له ايه دي؟ يعني ابعتوها لرئيس القسم قولوا له ايه الصورة دي؟ لا لا، ابعتوها له، ابعتوها له بيرسونال، ابعتوها له على قولوا له ايه دي؟ بص يا ولاد، انا هبص عليهم كده واحاول احولهم لشيء يعني محترم شوية اتبص عليه، ولو في صورة يا دكتور داخلي بورتال هايبرتنشن، بورتال هايبرتنشن، ده خلى البورتال هايبرتنشن ام اس كيو وترانسبلانتيشن ريتن. اندرو انا بسألك سؤال، الملفات اللي انت بعتها لي دي الاسم اللي بعتها ولا زميلكم اللي عاملها؟ عشان ما اقعدش اعمل حاجات يعني زي العالة العبيطة كده. دي الاسم اللي بعتها، كل اللي انت بعته لي ده الاسم اللي بعته؟ طيب نقعد نشوف يعني، طبعا لو لقيت فيها حاجات زبالة انا هسيبها يعني مش هعملها، لكن هعمل لكم الحاجات اللي هي يعني ممكن تيجي يعني، ممكن ازود لكم عليها حاجات تانية بنفس الطريقة ممكن تيجي، واظبط لكم ملف كده تقعدوا تذاكروا منه يوم الكلينيكا. كل اللي طالبه منكم بس يا اولاد ان الشتات تبقى مقرية، يعني الشتات تبقى مقرية بس كده يعني، شتات مقرية جنب معلوماتك في النظري هتعدي كويس قوي. لو عايزين ابقى اعمل لكم الشتات ما عنديش مانع يعني، لو عايزين ابقى مرة اشرح لكم الشتات ممكن. عيني يا عمار، حاضر حاضر، نبدأ بقى اولاد. ما فيش شتات كلها معاكم يعني، اصل ما فيش شيت مثلا اكتوبيا فازايكا، هو الاكتوبيا فازايكا هيسألك في حاجات كاركترستيك ليها، ما الشيت الهايبوسبيدياس هو هيعمل ايه؟ هيسألك في حاجات في الهايبوسبيدياس نظر، ملهاش دعوة خالص، ملهاش شيت يعني، فاهمين؟ هو الشيتات هتبقى سيرويد بريست هيرنيا فاريكوسيل هيدروسيل ابدومن، هي دي الشيتات، هي دي الشيتات، فاهمين على ده؟ لا، لكن ما فيش شيتات مثلا، ما فيش شيت هينزله لك هايبوسبيدياس، هو انت مذاكر هايبوسبيدياس؟ لا، مذاكر هي كده انفستيجيشن، ازاي مثلا تشوف كرودي يعني ايه ده، نوع الهايبوسبيدياس ايه مثلا، هو ده الشيت، هو ده الشيت، ايه نوع الهايبوسبيدياس ده، فاهمني؟ جرانيولار هايبوسبيدياس، ميد بينايل، بينوسكروتال، ويجيب لك واحد مثلا عنده برينيال هايبوسبيدياس،
ويقول لك اوصفه لي، فتقول له مثلا ده برينال هايبوسبيدياس والسكروتم بيفد والبينس ومعاه سمول بينس، فاهمين يا ولاد؟ مثلا الوصف يعني. فيها حاجة عليكم كعين شمس، دي واحدة اللي عليكم في عين شمس الابندكتوم والكوليسيستكتومي والانتركوستال تيوب. لا ما اعتقدش انا هحط الانتركوستال تيوب هنا. الانتركوستال تيوب دي ازاي بتركب انا شرحتها لكم وانا بشرح التروماتولوجي، اعتقد مش انا شرحت لكم ولا ازاي انسرت انتركوستال تيوب انا بشرح التروماتولوجي، مش شرحت لكم ازاي تركبوا انتركوستال تيوب والكريكو سيرودوتوم خلصت والابسس ده كله نظري، انا شرحه في النظر. والسيركمسيجن خلصناه، وازاي نشيل سبكتينس سويلنج بنعمل إليبس، إليبس في الجلد كده، وبعدين نخش بين الترو والفولس كابسول ونعمل له إنكليشن ونربط البديك. بص أنا هقول لك حاجة، اللي من عين شمس أولاد يخرج وأنا هبقى أعمل لكم حصة كده نص ساعة ولا حاجة أقول لكم الحاجات الزيادة اللي عليكم خلاص. يلا أولاد بقى نبدأ. الدرينز، هو الدرين بنحطها في بوتنشال سبيس، الدرين ده لا بنحطها في بوتنشال سبيس ليه؟ عشان لو في كوليكشن تجيبه، فاهمين يا ولاد؟ يعني مثلا انا سلكت الجلد من العضلات، سلكت الجلد من العضلات، فبقى في سبيس بين الجلد وبين العضله، ما بقتش الجلد لازق في العضله، بقى انا اللي سلكت الجلد، يعني عملت فلابه وشدتها فسلكت الجلد من العضلات، فده سبيس اسمه ديد سبيس، انا بحط فيه درين. بحط فيه درين ليه؟ عشان لو في فلويد اتجمع يطلع بره، فلو في مثلا سيرم اتجمع يطلع بره، لو في بلاد اتجمع يطلع بره، فما اعملش سيروما، ما اعملش هيماتوما، يعني فاهمين على تجارد اجينست اي فرزر كوليكشن، يعني تولاو ايرلي ديتكشن اوف انستوموتيك ليك. يعني مثلا انت عملت ريسكشن انستوموزيس، فانت عايز لو حصل ليكج تعرف، فبتحط درين جنب الريسكشن انستوموزيس. يعني مثلا عملت انتيريور ريسكشن، يعني سمول انتستين صعب تفتح، يعني سمول انتستين دي صعب تفتح بعد الريسكشن انستوموزيس الا لو انت عملت حاجه غلط. انما حاجه زي الانستوموس بتاع الانتير ريسكشن هتيجي في الاوبراتيف. الاوبراتيف كان بيجي لكم ترو فولس، يعني الاوبراتيف دايما سلايدز بيجي لكم ترو فولس، فهم لو عملوا امتحان الاوبراتيف زي السنه اللي فاتت هتبقى سلايدز عليها ترو فولس. اوكي، فانا هوريكم الدرين دلوقتي، هوريكم شكل الدرينز دلوقتي. فهو معلومات عاديه بنستخدمها ليه؟ عشان ما فيش كوليكشن يتجمع في ديد سبيس، فاهمني؟ عشان لو في ليكج من ريسكشن انستوموزيس يبان، عشان لو في ليكج من انستوموزيس من ريسكشن انستوموزيس يبان. مثلا لما احنا بنيجي نحط تي تيوب، ما التي تيوب دي درين، التي تيوب دي درين بنسيبها في العيان اسبوعين وبعدين نشيلها، فلو في بايل هيطلع هيطلع من الدرين ده، ما ينزلش في الجنراليز بريتونيال كافيتي، ما ينزلش في الجنراليز بريتونيال كافيتي ويعمل بريتونايت. مش بس كده، انا ممكن احط تي تيوب لمده شهر واستخدم التراك بتاعها عشان اشيل ميزدستون كده. الثلاث كلمات اللي عندكم ولا الاربع كلمات اللي عندكم واضح لكم جدا. الديس ادفانتج هي زي ما بتطلع فلويد بتدخل انفكشن، يعني الدرين دي زي ما بتطلع فلويد بتدخل انفكشن، فاهماني؟ الدمج مي كوز ميكانيكال بريشر اور ساكشن، يعني ايه يا اولاد؟ يعني مثلا انا ممكن اركب لواحد سانج ستيكن اند بلاك مور، لازم لما اشد كده، لو شديت في الاتجاه ده مناخيره الكارتريج بتاع مناخيره ده يبوظ، يعمل بريشر نكروزيس. اي انبوبه انت بتحطها بلاستيك في العيان، يعني اي انبوبه بلاستيك بتحطها في العيان ممكن تعمل له ulceration بريشر ulceration، وممكن تعمل له نكروزيس في مكانها، وممكن تعمل انفكشن. يعني اي انبوبه انت بتحطها في العيان اوتوماتيك زي ما بتطلع حاجات تدخل حاجات، ممكن تدخل انفكشن وتعمل بريشر نكروزيس. ده اي انبوبه ثوابت، اي انبوبه.
ففيها ريسك اوف انفكشن، ممكن تعمل بريشر نكروزيس، ممكن او شوف احنا مثلا ممكن نحط درين جنب انستموزيس عشان لو فك الحاجه تطلع. بس ممكن البلاستيك ده لو جه على السوتشر لاين ينديوس بريشر نكروزيس فيفتح بنفسه الانستموزيس. فاهمين يا ولاد؟ يعني القسطره دي لو انا بحطها جنب الانستموزيس تدرين الانستموزيس، بس فيها عيب، لو القسطره دي نفسها جت جنب الانستموزيس ممكن هي نفسها تعمل بريشر نكروزيس وتفتح الانستموزيس، تعمل بريشر نكروز وتفتح الانستموزيس. فاهمين يا ولاد؟ معظم الدرانق ما بنحتاجهاش اكتر من 24 ساعه، يعني الدرنقه مثلا في السيرودكتومي، درنقه برا امبلايكال هيرنيا، معظم العمليات اللي بنعملها لما بنحط درنقه بعد 24 ساعه الايام ما بيجيش حاجه ومشي. برضو كل ستيكتومي لما بحط درنقه بعد ما اشيل المراره بعد 24 ساعه لقيتها ما بتجيبش حاجه بقوم شايل. الجدول ده واضح لكم يا ولاد ولا لا؟ الادفانتج وديس ادفانتج كلها واضحه لكم ولا حد عايز يسالني على حاجه؟ تمام. دي مثلا حاجه اسمها كوروجيتور رابر درين، دي حاجه اسمها كوروجيتد رابر درين، بندخلها في الجسم وبعدين نثبتها بكليبس كده في الجسم في الجلد، بن كليبس او بغرزه، يعني ممكن بغرزه وبعدين نسيبها. هي بنقول عليها في العمليات درنقه حارات، حاره يعني شارع صغير، يعني مثلا يعني ده حاره دي حاره مثلا، ومن فوق من هنا في حارتين، ادي حاره وادي حاره، حاره يعني شارع صغير، يقوم الفلويد يجري عليها زي كريزي ووتر، الفلويد يجري عليها لتحت كده زي كريزي ووتر زي ما بيجري على الزحليقه، فاي حاجه جوه تطلعها بره. عيبها انها ممكن تعمل بريشر نكروزيس على الانستموس اللي انا عامله مثلا، عشان كده ايه هي الامور ماشيه كويس كل يوم اشدها لبره شويه، كل يوم اشدها لبره شويه. فاهمين يا ولاد؟ يعني بفك الدبوس او افك الغرزه واشدها كل يوم لبره شويه، كل يوم اشدها لبره شويه، شورتند افري داي، شورتند افري داي، مفيش داعي انها تتقطع منك فيتبقى جزء منها جوه، يعني تشدها بالراحه كده كل يوم تشدها شويه، كل يوم تشدها شويه لغايه ما تطلع خالص. از لونج الامور ماشيه كويس، يعني الامور ماشيه كويس كل يوم تشدها كل يوم تشدها، لو انت متاكد ان الدنيا اوكي شدها خالص طلعها. اوكي يا ولاد؟ كورجيتد رابر درين دي ما حدش بيستخدمها، هي دي احقر درين ما حدش بيستخدمها، يعني ليه؟ لانها اوبن سيستم، يعني زي ما بتجري الميه على تحت كده تطلعها لك بتدخل انفكشن، ما الميكروب بيعرف يمشي في الحاره برضه، فالميكروب بيعرف يمشي في الحاره ويخش، فزي ما الفلويد خارج بره الميكروب ممكن يمشي في الحاره ويخش. مثلا لما نيجي نفتح خراج ممكن نحط فيه باك، لما نيجي نفتح خراج يا اولاد ممكن نحط فيه باك، مش تعرفين ان احنا لما بنفتح خراج ممكن نحط فيه باك، نعمل له باكينج لمده من 24 ل 48 ساعه وبعدين نبقى نشيله. وقلت لكم ان احلى باكينج بس غالي شويه الالجنيتد دريسنج، الالجنيتد دريسنج هي دي احلى باكينج، الالجنيتد دريسنج. في مشكله فيها يا اولاد؟ في مشكله في الكوريجيتد رابر درين؟ في مشكلة يا ولاد في الباكينج؟ روبرتسون ده حاجة زي ريديفاك، أنا ما أعرفش أنتوا عارفين الريديفاك ولا لأ، بس هي الريديفاك ساكشن درين، الروبرتسون دي مش ساكشن، هي درين كده تتحط باسف، لكن هي ميزتها إنها كلوزد سيستم. يعني إيه؟ يعني الفلويد ماشي طالع هنا، طالع هنا كده بيخش في دي، مش مفتوحة، يعني مش زي الكوريجيتد رابر درين، الكوريجيتد رابر درين مفتوحه فمديها فرصه للميكروب يخش. الروبرت مش كده، الروبرتسون يعني هي يعني باسف مفيش ساكشن، مفيش ساكشن، لكن فيها ميزه انها كلوزد سيستم، فهي بتاخد الفلويد لكن ما تدخلش انفكشن لانها كلوزد سيستم. فمن منها الروبرتسون دي، ومنها التي تيوب لما وصلها مثلا بالشنطه دي روبرتسون او يورين كوليكشن باك، يعني كل دي بنسميها كلوزد سيستم، ان انا اوصل التي تيوب بكيس جمع بول او اوصل التي تيوب بالروبرتسون دي
تجمع فيها، فهي مش سكشن، مش سكشن، ولكنها كلوزد سيستم، فبتخلي الحاجه تطلع وما تدخلش ميكروب. فاهمين اولاد روبرتسون؟ فاهمين روبرتسون دي؟ وحكايه ان انا اوصل استارت البول بكيس بول فتبقى كلوزد سيستم، او اوصل التي تيوب بالروبرتسون فتبقى كلوزد سيستم. فاهمين؟ ما خليهاش اوبن زي ده، دي اوبن، دي اوبن، فزي ما بتطلع تدخل ميكروب، دي كلوز. كله تمام يا ولاد؟ كله تمام ولا عايز ده حد عايز يسأل حاجة؟ الجي فاك أو ريدي فاك دي أشهر حاجة، يعني دي أكتر حاجة بنستخدمها. دي كلوز دي سكس سيستم وساكشن في نفس الوقت. يعني كلوز دي سيستم وفي نفس الوقت هي ساكشن. عبارة عن أنبوبة بندخلها في العيان، والأكورديون ده بنطبقه ونسيبه يوم يسحب، كل ما بيتفرد بيسحب، كل ما بيتفرد يسحب. فدي مش closed system بس، دي closed system وactive، بيسحب الفلويد by suction. ساعات يقولوا عليه هيموفاك يعني بيصفط الدم، وساعات يقولوا عليه ريدي فاك يعني جاهز، جاهز يصفط الدم، وساعات يقولوا عليها جي فاك يعني أي حاجة، أي حاجة ممكن نستخدمها بقى. هي دي تستخدم أكتر حاجة في العمليات، طبعا يعني سارودكتومي، كوليستكتومي، لو حبينا نحط درينز بتبقى ريدي فاك. تعرفين الريدي فاك دي لو حطيناها كده من غير ما نطبق الاكورديون ده يبقى روبرتسون، تبقى باسيف. فلو طبقنا الاكورديون ده وسبناه هو بيتفرد يشفط تبقى اكتف درين. لكن روبرتسون كلوز دي سيستم والريدي فاك كلوز دي سيستم. الفرق بين روبرتسون والريدي فاك ان الريدي فاك ساكشن درين، لكن الروبرتسون لا، باسيف مش ساكشن. هي اللي بتطلع كوروجيتد رابر درين، بنحط لها دريسنج يعني ونغيره، كل ما الدريسنج يتبل نشيله ونغيره، كل ما الدريسنج يتبل نشيله. ده فالكوروجيتد رابر درين دي بنخليها لما تطلع حاجه نحط دريسنج شاش وقطن ونغيره، وممكن نحط لو كميه كبيره، لو الريديفاك دي بتطلع، لو الكوروجيتد رابر درين بتطلع كميه كبيره ممكن نحط لها كلوستومي باج. لو كروجيتد رابر درين دي بتطلع كميات كبيره ممكن نحط لها كلوستومي باج او يورين كوليكشن باج، انما عاده ما بتبقاش كبيره للدرجه دي. عاده لما بتطلع حاجه بنحط عليها دريسنج كده، لما الدريسنج يبقى سوكد بنقوم شايلينه وحاطين واحد تاني. فهمتي يا ابرار ولا لا؟ فهمتي يا ابرار؟ ده منظر الريديفاك، يعني ده منظر الريديفاك. هتشد بقى ده الخرطوم، ده الخرطوم راكب جوه العيان وهيشد يقوم مطلع في الكونتينر ده. يعني تراكيوستومي، التراكيوستومي فيها هاي تراكيوستومي. طبعا احنا في الامرجنسي اللي بنعمله كريكوثايرودوتومي، التراكيوستومي كونترا انديكيتد في الامرجنسي، عشان كده هما لما دايما يقولوا اللي عليكو كريكوسايرودوتومي، اللي هي ان هي دي بتاعت الامرجنسي. هاوفر التراكيوستومي ثلاث انواع، هاي تراكيوستومي، ميد تراكيوستومي، لو تراكيوستومي. طبعا انت شغال على انهو تراكيرنج، هاي تراكيوستومي فيرست وسكند تراكيرنج، ميد تراكيوستومي 3 4 تراكيرنج، لو تراكيوستومي 5 6 تراكيرنج. يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من التراكيوستومي، هاي تراكيوستومي، ميد تراكيوستومي، لو تراكيوستومي، وبننزل اتنين اتنين، يا واحد اتنين، تلاتة اربعة، خمسة ستة. واضحة ولاد؟ الانديكيشن بتاعتها ان في ان الواد اتولد مثلا بيير روبن، بيير روبن سندروم، فالواد مخنوق لان عنده ماكروجلوسيا وجلسوتوزيس وريتراكتد ريسيدنج ماندبل اللي ورا، فالواد هيتخنق، فانا ممكن اعمل له تراكيوستومي. فاهمين يا ولاد؟ بيير روبن ده كان كليفت بلت، فانا ممكن اعمل له تراكيوستومي عشان ما يتخنقش. يعني مثلا سيفير نيك اند ماوس انجري، بس دايما سيفير نيك اند ماوس انجري بتبقى كريكوثايرودوتومي، كريكوثايرودوتومي. بريزنج كوروسيف ماتيريال اور سموك ستريم، ستيم،
يعني واحد مثلا اتحبس في أوضة، وكان الأوضة دي فيها غازات خانقة، كانت الأوضة دي فيها غازات خانقة، فعملت له لارينجيال إديمة وهتعمل له برونكيال إديمة، فأنا عايز أعمل له خرم في حتة واسعة، فبنزل على التراكية أعمل له خرم في حتة واسعة، فبنزل على التراكية، أو شرق ودخل لارج اوبجكت في الايرواي، يعني في حاجه كبيره دخلت في الايرواي، شرق بس شرق في حاجه كبيره، وده غالبا بيجي له كاردياك ارست، يعني اللي بيشرق في حاجه كبيره كده والحاجه الكبيره دي تخش في الايرواي غالبا بيجي له كاردياك ارست. باراليسز للماسلز بتاعت السوالونج، باراليسز للماسل بتاعت السوالونج، يعني بلبر براز زي برين ستيم هيموريدج او حاجه يعني. لونج تيرم انكونشس بيشنت او كوما، هي دي اكتر انديكيشن على فكره للتراكيوستومي دلوقتي. يعني في معظم الحاجات اللي فاتت احنا بنعمل كريكو ساردوتو، لكن العيان مثلا اللي هو هيقعد على الفنتليتور فتره طويله، طالما هيقعد على الفنتليتور فتره طويله يبقى تراكيوستومي، لان التراكيوستومي انا اقدر اعملها ريفرس وتقعد فترة طويلة، يعني التراكيوس ممكن تقعد فترة طويلة، ووقت ما أحب أقفلها، وقت ما أحب أقفلها. التريكو سيرودوتومي من عيوبها إنها ممكن تبوظ الكريكوت كارتريج، وتعمل حاجة اسمها سب جلوتيك استينوزيس. عشان كده الكريكو سيرودوتومي في الأطفال لو اتعملت تتعمل نيدل كريكو سيرودوتومي اللي هو بالكانيولا، تتعمل نيدل كريكو سيرودوتومي عشان ما نعمل لهمش سب جلوتيك استينوزيس، لان ده من عيوب الكريكوثايرودوتومي. الكريكوثايرودوتومي ممكن تبوظ الكريكويت كارتريج فتعمل سب جلوتيك استينوزيس. عشان كده الاطفال الصغيرين يستحسن فيهم النيدل كريكوثايرودوتومي. فاهمين يا رد؟ طب افرض الحاجه هتطول، افرض ان الحاجه هتطول يبقى تراكيوستومي. فاهمين يا رد؟ التراكيوستومي انا اقدر تو ريفرس في اي وقت، يعني تقعد زي ما تقعد وفي اي وقت اقدر تو ريفرس. الانديكيشنز واضحه يا اولاد؟ بصراحه الانديكيشنز زي كريكو سيرودوتومي، بس لما اكون هحتاجها لفتره طويله، يعني زي كريكو سيرودوتومي بس مش عاملها في الامرجنسي، بس لا انا هحتاجها فتره طويله، فهحتاجها فتره طويله يبقى تراكيوس. فاكرين لما العيان جاله تيتانوس وكنا هنحطه على الفنتليتور فتره طويله عملنا له تراكيوستومي، لان انا قلت لكم لو حطينا اندو تراكيال تيوب اكتر من اسبوعين بتعمل لارنجيتس وتبوظ اللارنكس. عشان كده لو انا هقعده مثلا شهر شهرين على الفنتليتور لازم اعمل له تراكيوستو، لازم اعمل له تراكيوستو. مثلا عيان بتعمل له توتال سيرودكتومي، فعورت له الريكرنت لارنجيال نيرف على الناحيتين، وحصل بايلاترال ادكشن للريكرنت لارنجيال نيرف، وانا جوه العمليات فاعمل له تراكيوستو على بال ما يشوفوا بقى بتوع الانف واذن هيعملوا له ايه، لانه هيقعد فتره طويله على بال ما يحقنوا له التفلون في الفوكال كوردز ويبعدوهم عن بعض شويه ويحقنوهم تفلون، بياخد فتره طويله، فممكن نعمل له تراكيوست. واحد عملت له توتال فارينجو لارنجكتومي وستومك بولب، ما اعرفش انتوا فاكرين البوست كريكويت كارسينوما، فاكرين البوست كريكويت كارسينوما ولا كان ساعات يعمل له توتال فارينجو لارنجكتومي وستومك بولب، هتعمل له تراكيوستومي. يعني التراكيوستومي تفرق عن الكريكو سيرودوتومي الوقت، ان الكريكو سيرودوتومي دي حاجه ايمرجنسي وقتها، لكن التراكيوستومي ممكن تقعد فتره اطول. بوزيشن سوباين، وبعدين هفتح فيرتيكال انسيجن ونقطع الجلد والسكتين استشو البلاتيزما كالعاده في النك، هنقطع سكين وسكتين استشو بلاتيزما، قطع سكين وسقيتين استشو بلاتيزما. بدأت بقى الايه تبان التراكيال كارتريج، فهقطع بين الرينجز كده واحط الانبوب واقفل الانبوبه، طرفها رايح كودل، الانبوبه طرفها رايح كودل زي الكريكو سيرودوتومي، زي الكريكو سيرودوتومي لما الطرف بتاعها رايح كودل. دي البلاتيزما اللي هيفتحها دلوقتي يا ولاد. ساعات بعد ما بيفتح البلاتيزما بيلاقي البري تراكيال ماسلز موجوده فيضطر يفتحها، او الاسبنس بتاع الثايرويد.
يعني عايز يعمل هاي تراكيوستومي لازم يقطع الاسفنس بتاع الثيرويد، عشان هو عايز يخش ما بين التراكيال رينجز مثلا 2 و3. واضحة ولا ده؟ لا، عملية التراكيوستومي واضحة. البوزيشن بيبقى سيمي سيتنج بوزيشن، بنحن في التراكيوستومي ده هوا هيوميديفايد، عارفين القاعدة لما بيجي نحن اكسجين يستحسن يبقى هيوميديفايد اكسجين، هيوميديفايد اكسجين. انتيبيوتيك تو افويد سكندري انفكشن، اوبزرفيشن اوف بليدنج وريسبيريشن، يعني لازم تفضل طبعا الانبوبه دي انبوبه، فطالما هي انبوبه هتدخل انفكشن وتعمل بريشر نكروز، يعني دي انبوبه اوتوماتيك هتعمل انفكشن وبريشر نكروز في الكومبليكيشن. طبعا ممكن انت بتقطع الازمس وبالذات الثيرويد ايما، لو في ثيرويد ايما ارتري بيعمل هيموريج، وده عيب من عيوب التراكيوستومي، ان التراكيوستومي احيانا بتقطع فيها الازمس، بتقطع الثيرويد ايما ارتري، وده من ضمن الاسباب اللي ممكن تعمل هيموريج. عشان كده دايما الكريكوثيرويدوتومي امن من التراكيوستومي، الكريكوثيرويدوتومي امن من التراكيوستومي. واضحه ولا؟ ممكن نراقب الريسبيريشن طبعا، لان من اخطر الحاجات ان التراكيوستومي تيوب دي تتسد، يعني من اكتر حاجات ان التراكيوستومي تيوب دي تتسد، عشان كده دايما احنا بندخل فيها الشفاطه ونصفق كده عشان ايه ما تتسدش يعني. لما نحب ان احنا نقفلها بنعمل لها اكستيوبيشن، فاهمني؟ الاول بنقفلها بكلامب كده، وبعدين لو العيان قعد كويس مده يومين بنعمل كوينينج، يعني بنجرب يعني ان احنا نقفلها لمده يومين، والعيان كان كويس بنشيلها، هو ده الوينينج بتاعها، بتتقفل لمده يومين، لو العيان عاش كويس ومش محتاجها لمده يومين بنشيلها خلاص. البوست اوبرتيف بتاعها في حاجه ولا؟ البوست اوبرتيف بتاعها في مشاكل. الرايل تيوب، طبعا الرايل تيوب دي احنا هحطها يا اما عشان اشفط يا اما عشان احرق، يعني مثلا ممكن احطها عشان افضي المعده، افضي المعده لان العيان جالي في الامرجنسي وانا عايز ادخله اوضه العمليات فعايز افضي معدته، او العيان عنده انتستاينال اوبستراكشن فانا بحط له رايل ولاين وكازيتر عشان افضي الجي تي بتاعته، او العيان عنده بايلوريك اوبستراكشن فانا هحط له رايل عشان اغسل المعده، او انا عايز اكله مثلا عايز اعمل له انترال فيدنج، فواحده من طرق الانترال فيدنج ان انا احط له رايل واقوم ضارب الاكل في الخلاط واقوم حاططها، او كتست عي طفل صغير عنده اسوفيجيال اتريزيا فانا ممكن احط له الرايل رفيعه كده لها ويقفل، او ممكن احطها في واحد انا متخيل عنده جاستريك فولفولس، من العلامات القويه في الجاستريك فولفولس ان الرايل ما بتعديش، او واحد عنده دافراجماتيك هيرنيا كونجينيتال دافراجماتيك هيرنيا فبحط رايل واصوره فلاقي الرايل دخلت الشيست، الاقي الرايل في الشيست، الرايل في الشيست لان الانتستين في الشيست، لان الانتستين في الشيست، فانا مش عارف هو الانديكيشنز بتاعت الرايل فيها مشكله ولا لا. ممنوع نحطها في فراكشر بيز، ممنوع نحطها في فراكشر بيز وبالذات في البوستيريور كرينيال فوس، لان السكال مفتوح على البق فانا مش هحط فورم بودي، يعني ممنوع تحط فورم بودي في سي اس اف اوتوري، ممنوع تحط فورم بودي في سي اس اف راينوري، مفروض تحط فورم بودي، ممنوع تحط فورم بودي في واحد بيسقط سي اس اف في حلقه، يعني في البوستير كرينال فوسا فراكشر بيز ما ينفعش احط رايل ولا عن طريق البق حتى. تعالى عنده سي اس اف راينوريا وانت حطيت له رايل فانت متخلف يعني، يعني لما حد يبقى عنده بينقط سي اس اف في حته ما تحطلوش فورم بادي البكتيريا تزرع عليه، ما تحطش البكتيريا طوق نجاه يعني. الاكسبلانيشن احنا هنركبها ازاي بقى؟ بنشرح العين البروسيديور، يعني احنا هنعمل ايه، هنركب لك رايل وانت محتاج عشان كذا وكذا وكذا، فاهماني؟ وبعدين بنقيسها من النوز كده لغايه الزيف استرنم ونخليها عند النوز لوب، ليه؟ لانها بتبقى داخله كده وبعدين راجعه كده تاني، فبنخليها عند ما بين النوز والودن لوب كده، يعني زي مرتين ما بين النوز والودن زي مرتين لوب، لانها داخله وبعدين راجعه تاني كده، فبنخليها زي لوب، وبعدين نقيسها بعد كده من مناخير لغايه الزيف استرنا،
هو ده طولها. اشمعنى؟ عشان ناس مختلفة في أطوالها يعني، هو الناس بصفة عامة مختلفة في أطوالها. وبعدين بندي العنكب كوباية مية ونحط عليها جي واي جيل ونبدأ ندخلها من المناخير. وبعدين أقول له لما تحس بيها في حلقك ابلع، لما تحس بيها في حلقك اشرب مية، اشرب مية وابلع، عشان أزحلقها على الأسوفيجس ما تخشش التراكية، أزحلقها على الأسوفيجس. طبعا لو دخلتها التراكية العنق هيجيله شوكينج أكيد يعني. يعني لو دخلتها التراكية فالعنق هيجيله شوكينج، افرض انت كملت حرام عليك ليه يعني؟ يعني هو العنق قدامك اتخنق من تدخين الرايب وانت مكمل، خلاص هو ربنا بيسلط ابدان على ابدان يعني، فاهمين على ده؟ لا انما انت ايه، قول للعيان يبلع المية، طالما العيان بيبلع المية هي هتتزحلق على الاسوفيجس. كونفيرمت بعدين بعد ما بتخش جوه بقوم شافط، تقوم مطلع جاستريك جوس، اوحقن واحط السماعه اسمع بابلنج زي الشيشه، لان الهواء دخل في وسط الجاستريك سكريشن فعامل بابلنج للهواء يعني، فاهمين ولا لا؟ ذا تيوب ستابد تو ذا نوز، تو ذا نوز يعني بن تاب دي يعني بن بن بنحط بلاستر كده ونقوم قافلين البلاستر عليه عشان ما تتشدش، بنحط بلاستر وبعدين نحط نقفل عليها البلاستر عشان ما تتشدش. اتفرجوا عليها، انت بتدخلها في مناخير العام بالراحة، بالراحة، لان ممكن العيان وانت بتدخلها في مناخيره يعني يجيله اريتيشن ويعطسها وكده، بالراحة. لما تحس بيها في زورك ابلع، بلع. فهو فتح بقه كده وبص لقاها في زوره فعلا. اشرب مية، اشرب مية، وهو بيشرب مية زق، وهو بيشرب مية زق، دخلت مع المية جوه الاسوفجس، وصلت للطول اللي انا عايزه خلاص. لو سحبت هتطلع جاستريك جوز، ولو حقنت فيها وحطيت السماعة هتسمع بابلنج. نحط بلاستر على مناخيره ونقوم مقفلين. ازاي نركب رايل واضحة ولا؟ الكومبليكيشن بتاعت الرايل زيها زي اي فورم بودي، هتدخل انفكشن وتعمل نكروزس وتعمل ألسريشن وبليدي. اي بلاستيكة هتدخل انفكشن تعمل نكروزس وتعمل ألسريشن بليدنج. يميز بقى الرايل ايه؟ الرفلكس، لانها معدية في الكارديا فمخليه الكارديا مفتوحة على طول، فهتعمل ريفلاكس واسوفيجايتس واسوفيجيال ايروجن. يعني ما انت رحت جاي على الكارديا ومعدي فيها فورم بودي عشان الكارديا ما تقفلش، فقطعا هيحصل ريفلاكس، قطعا هيحصل ريفلاكس. والريفلاكس ممكن يعمل اسوفيجيال ايروجن وستريكتشر. عشان كده يا اولاد ما حدش يسيب الرايل فتره طويله، انت بتستخدمها وانت محتاجها خلاص، ملهاش لازمه شيلها على طول، لان زي ما ليها مميزات ليها عيوب، ممكن تعور وهي داخله كده، تعور الجي اي تي فتعمل بليدنج. العيان انت حاططها له في مناخيره فمش عارف يتنفس من مناخيره، فهيتنفس من بقه، ولو اتنفس من بقه هيبقى بقه بالكامل بزوره ناشف، فبتعمل درماوس بريزنج ودراينس. اهم واحده فيهم اخر واحده المال انسيرشن، انك تدخلها في البرونكس. شايفين دي دخلتها في الرايت مين برونكس وبعدين دخلت جوه اللنج، البرونكس بقى بعد دقيقه فلف، لما دخلت جوه اللنج لف. فدي حكيمه كانت بتدخل رايل ودخلتها في الرايت مين برونكس ودخلت جوه اللنج ولفت، ويعني طفل، فمش يعني مش قادر يقول لها الله يخرب بيتك هتخنق هموت يعني. ما مروان طفل يا مروان، شوف يا مروان انت ايه، انت بتقولي والعين سكت لها وانا رديت عليك على طول قبل ما انت تكتب يلا ان ده طفل صغير. واضحه ولا ده؟ لا ما هو بيصرخ، اي عيل يا مروان بتعمل له حاجه بيصرخ، عشان كده اوسخ برانش تاخده هو البرانش بتاع الاطفال ده، لان الاطفال دي ما بتعرفش تتفاهم معاه، هو بيبص لك كده اول ما تقرب منه مجعر بس، فانت هتتفاهم معاه ازاي؟ ما فيش طريقه للتفاهم معاه، عشان كده بياخد اطفال ده الله يكون في عونه يعني. واضحه ولا ده؟ مروان هي فلوس برضو، مفيش حاجة مش مفيش متعة، مش يعني هي برضو فلوس كتير مش قليلة. أما ليه بتوع الأطفال بيكسبوا كتير؟ لأن الأب والأم لما بيلاقوا ابنهم عيان بيروح على طول للدكتور وبيدفعوا كل حاجة، لكن لما بيلاقي أبوه وأمه تعبان ما بيصرفش عليه، عشان خاطر هو يعني فلوسه ساعتها بتبقى عزيزة يعني، فاهمني يا حبيبي؟ عشان كده بتوع الجيرياتريك يكسبوا قليل، لكن بتوع البيدياتريك يكسبوا كتير.
الفطرة اللي ربنا كان عايز يعدلها فينا يعني، بس مش نافع. أمين. في مشكلة أولاد في الرايل. طبعا الرايل ده أولاد ممكن most non existent، لا موجودة جيرياتريك موجودة، يعني لو حد فيكم فاكر إن الجيرياتريك مش موجودة، لا موجودة وبيتعاملوا مع، يعني خلي بالكم إن مراكز المسنين هتزيد، لأن ما حدش، مش جامدة لغاية دلوقتي بس هي بتزيد، يعني هي في زيادة على طول، لأن ما حدش دلوقتي طايق أبوه وأمه، يعني الأب والأم بيجوزوا العيال وكل واحد بيبقى في حياته بقى، فلما الأب والأم بيتعب بيبقى محتاج يقعد في حتة ياخدوا بالهم منه، فهم بيودوه مركز إيداع مسنين. لغاية دلوقتي لسه ستيل في شوية حياة صغيرين، لكن مع ستريس الحياة، لا الحياة راح، وبدأت مراكز الطب الجيرياتريك تزيد قوي، وكل دكتور جيرياتريك بيتعاقد مع 4 5 مراكز من دول، كل واحد يديله فلوس كل شهر ويبقى برينز. يا سارة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما واحد راح يشتكي له يقول له أبويا عايز من فلوسي، الرسول رد عليه قال له أنت ومالك لأبيك يعني. ولما واحد كان نفسه يخرج للجهاد وبعدين يعني كان عنده أب وأم، قال له عملك ده أهم من الجهاد يعني. فدي مش محتاجة نقول نعمل إيه، مش محتاجة، والله ما محتاجة يا سارة. أبوك وأمك دول لو ما أحسنتش إليهم ودخلوك الجنة، ما فيش حاجة تانية هتدخلك الجنة عشان تبقى عارف. ربنا يصلح الحال يا ولاد. هنخش على أسطرة البول، نخش يا ولاد على أسطرة البول. الانديكيشن لأسطرة البول ريتنشن، يعني تحط أسطرة البول ليه؟ أكيد ريتنشن. فأنت لما تيجي تقرأ هتلاقيه طول الوقت عمال يكلمك على ريتنشن، يقول لك أكيوت ريتنشن أو كرونيك ريتنشن، ولو عايز يرغي يعني يقعد يقول لك بقى واحد عنده ريتنشن نتيجة مشكلة في السي ان اس ستروك، واحد عنده ريتنشن نتيجة مشكلة في السباينال كورد، في سباينال كورد انجري، واحد عنده ريتنشن نتيجة سنان لارج بروست، واحد عنده ريتنشن نتيجة او، يعني هي كلها انديكيشنز ريتنشن اوف يورين. ولكن في وسط الانديكيشنز كده هتلاقي في كلمة يعني غريبة شوية عليك لو ما كانش ذهنك حاضر، ان هم يحطوها في الاستومك. اي حطوها في الاستومك في الجاستروستوم عشان الانترال فيدينج، فاهمين؟ هحطها في الجاستروستوم عشان الانترال فيدينج، يعني يورين ريتينشن. عايز احط مثلا اسطر البول عشان اتابع كميه البول ساعه بساعه لا يخش في بري رينال فيلير فعال ايمرجنسي. مثلا عملت بروستاتيكتومي وبغسل، اللي هي لما كانوا بيغسلوا زمان بعد البروستاتيكتومي بميه مغليه، قلت لكم عملت طرب سندروم، ترانس يوريثرال ريسكشن سندروم. ممكن احطها مثلا فتحت اليورينال بلادر وخيطت اليورينال بلادر، بحط قسطره عشان اليورينال بلادر ما تتنفخش فتتفتح وتتعور يعني، فاهمين؟ رد. ممكن مثلا لما واحد يبقى عنده ترانزيشنال سيل كارسينوما سوبرفيشيال، ساعات بيعملوا له ترانس يوريثرال ريسكشن ويحقنوا بي سي جي او يحقنوا مايتو مايسين سي كيمو سيرابي جوه اليورا بلادر، مايتو مايسين سي، فبيحقنوه الكيمو سيرابي بالقسطره يعني، فاهمين؟ لاد. فيعني مثلا الانترابرتونال رابشر بلادر، انا لازم افتح العيان وافتح واغسل وادرنق وعالج، وبحط قسطره على بال ما اليورينري بلادر تلحم من الغرز اللي انا عاملها. انما لو اكسترا بريتونيال رابشر بلادر صغير، اكسترا بريتونيال رابشر بلادر صغير، انا ممكن احط قسطره واسيبها، هو اليورينري بلادر هتلحم لوحدها. ممكن احط قسطره واسيبها، هي اليورينري بلادر بتلحم لوحدها. ممكن احط قسطره واعمل بيها سيستو يوريثروجرافي، يعني ممكن احط قسطره واعمل بيها سيستو يوريثرو، اللي هو اسيندنج سيستوجرافي، اللي هو اسيندنج سيستوجرافي. انا قلت لك واحده من العلامه، من العلامات اللي تميز ان دي اسيندنج سيستوجرافي وجود القسطره. خلي بالكم ان الاساطر والانابيب دي كلها راديو بيك، الاساطر والانابيب دي في التصنيع لازم تبقى كلها راديو بيك عشان لو اتقطعت ولا حاجه اعمل اكس راي اعرف هي موجوده ولا لا. فكل الاساطر والحاجات دي اولاد راديو بيك.
في مشكلة يا أولاد في الانديكيشنز، يعني مثلا أنا نقيت الصورة دي حطيتها لكم عشان الفوليك كاتيتر موجودة في موقف غريب شوية، مش موجودة في اليوريثرا، موجودة في المعدة عشان نأكله. وأنا عارف وأنت بتقرأ، طالما أنت واخد مسالك، فأنت وأنت بتقرأ الكلام كله كلام أهبل، كلام عبيط، ما أنت عارفه كله من المسالك، لكن أكتر حاجة هتقف في ذهنك هي الانترال فيدينج، فرحت منقي دي وعملها لك. يعني كونترا انديكيشن طبعا يوريثرال انجري، كونترا انديكيت ان انت تتحكم فيها، تركب فيها قسطره، بنحط القسطره على طرف البينس ونعمل يوريثروجرافي، لو لقيت اليوريثرا سليمه بكمل بالقسطره، لكن كونترا انديكيتد ان انت تحط قسطره في رابشر يوريثرا. في بقى انواع قساطر، يعني في قسطره ليها تاج كده زي تاج الملك، في قسطره ليها تاج زي تاج الملك كده، فاسمها ملكوت، ملك وكان بيكوت يعني بيهرب، ملك فاهمين. لا في واحد كان لابس عمه يعني زي صعيدي كده لابس عمه دي بيزيه، وفي القسطره المبلونه بقى الفولي، يعني القسطره الفولي كلكم عارفينها، لكن اللي ليها تاج زي تاج الملك ملكوت، واللي ليه عمه زي الصعايده دي بيزيه. الماتيريال في معمول من لاتكس، في معمول من السيليكون، وفي معمول من بي في سي. بي في سي ده اللي هو البلاستيك، يعني البلاستيك ده اللي هو بتقسطر العيان وترمي القسطره بعدها، يعني سنجل يوز، تقسطر وترمي. شعرنا في البي في سي يعني قسطره رخيصه، يعني هي فلوسها كلها في التعقيم بتاعها مش في تمنها، هي قسطره بلاستيك رخيصه، فشعرنا فيها قسطر ورمي. طبعا لو العيان محطوط له واحده فوليس كازيتر معموله من لاتكس بتقعد 3 اسابيع، انما لو معموله من السيليكون بتقعد 3 شهور. هو السيليكون حلو قوي بصراحه، مش اريتنت وانرت، ويبقى فيه جروفينج كده عشان يطلع الميوكس على بره بتاعت اليوريثرا، بس غالي غالي من علاج. بس هو اكتر قسطره فولي يعني نظيفه السيليكون، تلاقي لونها ابيض مش لونها اصفر زي اللاتكس، لا اللون اصفر القسطره اللي انتم بتشوفوها في المستشفى دي اللي هي اللاتكس لونها اصفر، لكن الاساطر السيليكون لونها ابيض، وتلاقوها مش ناعمه من بره، معرجه معرجه كده زي شوارع شوارع كده عشان الميوكس يتزحلق ويطلع، عشان الميوكس يتزحلق عليها ويطلع بره يعني. ففي لاتكس وفي سيليكون وفي بي في سي. اعتقد البلاستيك ده البي في سي ده اللي هو البولي فينايل كلورايد، اعتقد يعني اسم الماده بولي فينايل كلورايد، مش اسمه بولي فينايل كلورايد ولا مش البلاستيك اسمه بولي فينايل كلورايد. على فكره بيعمل انجيو ساركوما في الليفر، يعني الناس اللي شغاله في مصانع البلاستيك دي يعني من الحاجات اللي كنا نعرفها في الكوميونتي، يعني الانيلين داي تعمل يورينري بلادر كارسينوما، والبي في سي ده بيعمل كولانجيو ساركوما في الليفر، which is rare، الساركوما في الليفر اصلا رير يعني، بس بيعمل كولانجيو ساركوما في الليفر، ومعروف ان الناس اللي بيجي لهم انجيو ساركوما في الليفر دايما شغالين في مصانع البلاستيك دي. ستيبس فور مين، بنلبس جلافز ونعقم المنطقه بتاعت البينس والسكروتم، وبعدين بنحقن زيلوكين جيل في اليوريثرا من الخرم بتاع اليوريثرا كده، وبعدين بنبل القسطره نفسها زيلوكين جيل، يعني نحقن زيلوكين جيل في اليوريثرا وندهن القسطره نفسها زيلوكين جيل، وبعدين بنمسك البينس كده، العيان بيبقى نايم كده، بنمسك البينس تقريبا بيربنديكولار على البادي، وبعدين ندخل القسطره جنتلي كده لغايه ما تتزحلق وتخش يعني. بعد ما تتزحلق وتخش بعرف ازاي بيجيب بول، يعني بعرف ازاي هجيب بول. فلما تجيب بول بملى البالونه ب 10 ام ال سلاين، سلاين مش هواء، سلاين عشان تغرق في البول فتجيب بول، لو مليتها هواء تعوم على وش البول فتجيب بترول، فالبالونه بتتملي سلاين مش هواء، وبعدين نوصلها بكولكتنج باك. نشوف كده ايه التكنيك، تحن الزيلوكين جيل اهو،
البينس، وبعدين فضت بقى بقيه الزيلوكين جل على دريسنج معقم، وبعدين مسكت القسطره حطيتها في الزيلوكين جل، بلتها زيلوكين جل، وبعدين هتبدا تزحلق القسطره جنتلي، شايفين ماسكه البينس بيربنديكولار على البودي تقريبا، وبعدين بدات تزحلق كده الايه القسطره جنتلي لغايه ما القسطره تخش. بنعرف انها دخلت منين؟ من البول. طبعا هنا ما جابتش بول لان دي عروسه بلاستيك، لكن هي المفروض اول ما تدخلها في الانسان بتجيب بول، فمالتها بقى سلاين، مالت البالونه سلاين وشدتها كده، اطمنت انها فيكسد وانها بتتحرك فريدي تمام. يعني فاهمين على ده؟ لا واضحة ولا لا؟ في أي حاجة مش واضحة؟ في الومن الأمور أسهل لأن اليوريثرا صغيرة، بس هي نفس الفكرة، هلبس جوانتي وعقم ونايم الست في اللايسوتومي بوزيشن وعقم الليبيا كويس، وبعدين بحط زيلوكين جل على القسطرة وأقوم مدخلها من فتحة اليوريثرا، فمن ما بتحتاجش بقى تخش مسافات طويلة يعني، وأقوم نافخ الإيه البالونة. طبعا اليوريثرا صغيرة قوي، فأول ما بتعدي القسطرة بتعدي الاسفنكتر بتقوم هي جايبة بول، فأنت بتفهم إن أنت جوه، فبتقوم ماليها 10 ام ال سلاين وخلاص. وأنا بأكد سلاين مش هوا، سلاين مش هوا، سلاين مش هوا. لو مليتها سلاين تبقى شاطر هتجيب بول، لو مليتها هوا تبقى هتجيب بترول. اوكي شوفوا ما بيعمل القسطرة فين، المفروض ان دي فيميل في الليسوتومي بوزيشن، بعدين بتعقم الجينيتاليا وبتبل القسطره زيلوكين، وبعدين بتشوف الخرم بتاع اليوريثرا تقوم زقها، خلاص كده الموضوع خلص سهله في الفيميل. جابت بول خلاص بقى انت هتوديها السويس، خلاص القسطره دخلت خلاص، وبعدين بتقوم ايه حقنه البالونه وتشد القسطره تمام تمام تمام. العيال فهمت بس خلاص سهل يا ولاد تركيب القسطرة. لا ايزي يا سم، هي اسهل في الفيميل عن الميل يعني، يعني اسهل في الفيميل عن الميل. المشكله بس ان انتوا ما تبقوش عارفين فتحه اليوريثرا من فتحه الفاجينا، لكن وانس ان انتوا شفتوها عرفتوا ان في فرق من فتحه اليوريثرا وفتحه الفاجينا، تركيب القسطره في الفيميل فيري ايزي. هو بس المشكله التعقيم، يعني ان انت تعقم كويس قوي لان المنطقه في الفيميل بتبقى كونتامينيتد اكتر من الميل. لو القسطره ما دخلتش بيجيبوا قسطره طرفها معوج شويه كده اسمها كودين، اسمها كوديتب. دي طبعا المشكله دي بيقابلوها في الرجاله، بيقابلوها في الرجاله ان القسطره مش عايزه تخش، فتجيب قسطره طرفها متني كده بيقولوا عليها كوديتب، ويقوموا مدخلينها بتبقى دخولها يعني احسن شويه في لو في شويه ناروينج في اليوريثرا بيبقى كوديتب دي، لان دي اتجاه اليوريثرا، لان دي الانجل بتاع التحول من الانتيريور اليوريثرا للبوستيريور اليوريثرا. يعني كوديتب ده فيها الانجل اللي هي التحول من الانتيريور اليوريثرا للبوستيريور اليوريثرا، ولذلك لو في صعوبة في انك تركب قسطرة فاستخدم الكوديتب دي في الميل، مفيش صعوبة في الفيميل، مفيش صعوبة في الفيميل، الميل بتستخدم الكوديتب دي. ليه بقى؟ لأن اليوريثرا ضيقة سنها اللارج بروستيت ستركتشر يوريثرا، البلبس يوريثرا دي أول جزء في الأنتيريور يوريثرا، والممبريناس يوريثرا دي آخر جزء في البوستيريور يوريثرا، يعني في هي دي فيها الأنجل اللي ما بين الأنتيريور يوريثرا والبوستيريور بس. كويس، في حد يا اولاد عنده اسئله؟ في حد عنده اسئله في الماينورز دي؟ طبعا الكومبليكيشن بتاعت اليوريثرا احنا خدناها اصلا جوه النظري، يعني اليوريثرا اكتر حاجه ممكن تعمل يورينري تراكت انفكشن، وممكن تتسبب وكانها لانها حاجه فورين بودي وبلاستيك فهي تدخل انفكشن وتعمل ألسريشن وهيموريج وتعمل بريشر نيكروزيس، اللي هو الحاجات بتاعت اي بلاستيكه انت هتحطها يعني. ممكن تعمل يوريثرال انجري، فهمني؟ ممكن تعمل استركتشر، ممكن تؤدي الى ستون فورميشن، لان الانفكشن تعمل ستون، لان الانفكشن تعمل ستون.
طبعا لو حطيتها فترة طويلة في الاسفنكتر هتضعف الاسفنكتر. يعني لو حطيت القسطرة فترة طويلة في الاسفنكتر تضعف الاسفنكتر. والحكاية دي بتبقى واضحة قوي في الستات بقى. لما تحط لها قسطرة لفترة طويلة الاسفنكتر يضعف لدرجة ان انت لو شديت القسطرة تطلع بالبالونة. يعني تلاقي القسطرة طالعة لك بالبالونة اللي فيه. من كتر ما الاسفنكتر ضعف من كتر ما انت حاطط القسطرة بالشهور. يعني لما تحط القسطرة فترة طويلة في الاسفنكتر الاسفنكتر بيضعف. وفي الفيميل بالذات بتبان قوي، بقول لك انت لو حطيتها شهور في الفيميل تيجي تشد القسطرة ممكن تطلع لك بالبالونة يعني. فاهمين يا رد؟ ممكن برا في موزيس، بس ده بره. طب في البرا في موز ده ان انت ترجع البريبيوس لورا عشان تركب القسطرة. فلما بترجع البريبيوس لورا كده عشان تركب القسطرة، وريتها لكم في السيركمسيجن، لما بترجع البريبيوس كده عشان تركب القسطرة ساعات البريبيوس يضغط على الجلاند زبينس فيعمل إديمة. هي دي برا في موزس، هي دي برا في موزس. كل قسطرة تتسد في كلمة واحدة ايه يعني، excessive diuresis after relief of acute retention may produce hypovolemia. الحكاية دي يا ولاد بتبقى في الكرونيك ريتينشن اوف يورين. الحكاية دي يا ولاد في الكرونيك ريتينشن اوف يورين، لان الكرونيك ريتينشن اوف يورين بيبقى اليورينا بلادر لغايه الامبلايكس. فلو انت عملت سادن ريليف ليها، عشان كده اقول لك في الكرونيك ريتينشن اوف يورين دايما فضي اليورينا للبلادر جراديوالي. واش يا واش في الكرونيك ريتينشن اوف يورين فضي اليورينا بلادر جراديوالي. واش يا واش لان انت لو عملت لها سادن دي كومبريشن بتعمل سبلانكينج شوك وهيمورج، وساعات تقعد تعمل دايرسيس كتير كده وتعمل هايبوفوليميا. والحكايه دي شبه النساء لما كانوا يقول لك الست اللي عندها بولي هيدرامينس فضي الامنيوتك فلويد. واش يا واش لانك لو عملت سادن دي كومبريشن للامنيوتك فلويد هيجي لها سبلانكينج شوك ويجي لها هيمورج. فاهمينها يا ولاد؟ فهي ايه حاجه قريبه من كده يعني زي البولي هيدرامينس. انا عارف ان هي دي اكتر حته انتوا ايه هتقفوا فيها، عشان دي محتاجه حد مذاكر النظري. يعني محتاجه حد مذاكر النظري ان وعارف ان الكرونيك ريتينشن اوف يورين بوينت رقم 3 كانت هذا كنت بتقول غلط ام اس كيو يا دكتور. بوينت رقم 3 كانت مش عارف يا ابرار، يعني الاكسسيف دايرسيس ده ممكن يكون بعد اكيوت رينال فيلير. الاكيوت رينال فيلير في الدايريتك فيز، ففي الاول ممكن يعمل ديهيدريشن. الاكيوت رينال فيلير ممكن يعمل ديهيدريشن او كرونيك ريتينشن اوف يورين. يعني هي طبعا يعني في الكرونيك ريتينشن، في الكرونيك ريتينشن هي اوقع في الكرونيك ريتينشن. لكن في الاكيوت ريتينشن يعني لو انت حطيتي حاطه قسطره في العيان هو هيجيب بول كتير، هو هيجيب بول كتير اكيد يعني، لانه في الدايريتك فيز. ما العيان اللي عنده اكيوت ريتينشن اوف يورين دي دايريتك فيز واولوجيريك فيز، فانت لو حطيتي قسطره هي هتجيب بول كتير لانه لسه ستيل في الدايريتك فيز. بس ده مالوش دعوه بالقسطره، ده ليه دعوه بالكلاوي، ان الكلاوي مش قادره تركز البول يعني. اوكي يا ولاد، يعني هي كلمه مكتوبه بطريقه وسخه كده ملهاش اي 30 لازمه يعني. بس انتوا فهمتوا فكره ان الكرونيك ريتينشن لو عملت له سادن دي كومبريشن هيعمل شوك اللي هي السبلانكينج شوك ويعمل هيمور. فاهماني؟ وممكن يجيب كميات بول كبيره. طب العيان بتاع الاكيوت ريتينشن لو عملت له قسطره هيجيب طبعا في المراحل الاولانيه كميه كبيره قوي. فاهماني؟ ممكن تعمل هايبوفوليميا. يعني البوليوريك فيز في الاكيوت ريتينشن اوف يورين مهم قوي ان انت تتابع الالكترولايت بتاعته واليورين اوتبوت بتاعه لانه ممكن يخش في شوك. كلام اوكي يا ولاد؟ كلام اوكي؟ وبعدين هنتكلم عن تركيب اندوتراكيال تيوب. فاحنا بنستخدم اندوتراكيال تيوب ليه؟ عشان نبنج العيانين. مفيش عيان هيتبنج لما احط له اندوتراكيال تيوب وبعدين اوصله بجهاز البنج والفنتليتور. او لو بس in one of the MSQ which used انها تعمل هايبوفوليميا die is wrong answer. وده حقيقي، وده حقيقي يا شريف. القسطرة ما بتعملش هايبوفوليميا،
الهايبوفوليميا بسبب حالة الكدني، فأنا اخترت إكسبتا هايبوفوليميا لأن الباقيين كلهم كانوا صح. إنها ممكن تعمل استركتشر، وممكن تعمل تروما، ممكن تعمل انفكشن، وممكن تعمل هايبوفوليميا. فالهايبوفوليميا في وسط الإجابات الباقية هي دي غلط. يعني إحنا بنختار علاج في الإم إس كيو سنجل بيست أنسر، يعني دي مش مالتيبل تشويس كويتشن اللي احنا بنحله ده اولاد، مش مالتيبل تشويس كويتشن، وان انت ممكن تختار اجابتين غلط او اجابتين صح. احنا بنعمل حاجه اسمها سنجل بيست انسر، اس بي اي، سنجل بيست انسر، هو دي طرق امتحاناتنا، سنجل بيست انسر. فمثلا ممكن احل مثلا سؤال ام اس كيو في تكست جايب اجابتين صح، بس انا لو نزلتها في امتحاننا هختار السنجل بيست، يعني الاحسن في الاثنين الصح او الاغلط في الاثنين الغلط. فانت لو بصيتي على السؤال بتاع القسطره هتفهميني. كل الحاجات التانية حقيقيه بنسبه كبيره جدا، اكسبت ان انت تحطي قسطره في حد يوم يجي له هايبوفوليميك شوك. هو القسطره مش هتعمل هايبوفوليميك شوك ابدا، لكن ممكن يعمل هايبوفوليميك شوك ان العيان عنده اكيوت رينال فيلير، فحاله الكيدني بقى هي عامله دايريتك فيز فهتعمل له هايبوفوليميا يعني. هاوفر لو السؤال مضايق كشرين اشطبيه. يعني انت اولاد حاجه غريبه جدا، وانتوا ليه مش فاهمين لما فيهم ناس بتحط اسئله غلط، واحيانا تلاقوا الامتحان فيه سؤالين ثلاثه متكررين، وساعات تلاقوا فيه اسئله غلط. واحد بشر بيحط امتحان يعني فبيغلط يعني. الانديكيشن فور اندوتراكيال تيوب اولاد واضحه؟ الانديكيشن فور اندوتراكيال تيوب واضحه اولاد؟ بس بيحط الامتحان ده، ولا بيحط امتحان بسرعه، حط مثلا 120 سؤال كده بسرعه وبتاع. احنا برضو بنقعد قدام الاسئله فتره اطول، بنقعد ننقح فيها ونعمل فيها، فبنكتشف لو فيها مشاكل بنكتشفها يعني. لما بيجي يعملوا انتيوبيشن في عيان بيعملوا اندكشن بسايوبنتال، اللي هو السايوبنتال اللي هو الفينوباربيتال يعني، ونيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت زي الساكسينايل كولين، وبعدين بيحطوا اللارينجيال المنظار اللارينجوسكوب ويزقوا اللسان، وبعدين حاطين الاندوتراكيال تيوب. الستيبس يعني بعد ما بيدوا السايوبنتال، وبعدين بيدوا الماسل ريلاكسانت اللي هو الساكسينايل كولين، البيشنت في السوباين بوزيشن وسفليكشن اوف ذا نيك، راسه فليكسد شويه، نيك فليكسد شويه. لو تاخدوا بالكم هتبقى ال في مخده تحت كتفاته، فالمخده اللي تحت كتفاته موقعه راسه لورا، وبعدين ادخل لارنجوسكوب وازق الطنج لقدام. يعني ما اعرفش ليها صوره ولا لا. عارفين الثايرويد؟ زي الوضع في الثايرويد كده ولا لا؟ زي الوضع في الثايرويد، مخدة بين الكتفات، وبعدين تقوم الراس راجع لورا، وبعدين ادخل اللارنجوسكوب وازق الطنج لقدام كده، وازق يمين او شمال كده والقدام لغايه ما فتحه اللارنكس تبان، واقوم مدخل فيها الانبوبه بعد ما ادهن الانبوبه زيلوكين جيل عشان خاطر ما توجعش بق العيان، زور العيان في البوست اوبرتيف. بليز ذا بيشنت ان سوباين وذ فليكشن اوف ذا نيك اند اكستنشن of the head. Stand at the head of the patient. Laryngoscope is grasped in the left hand and the blade is gently placed in the mouth. حط البليد بتاعه في البق. The tongue is moved to one side. يتودي يمين يتودي شمال في الأورال كافيتي. While moving the blade upward. يعني التنج يروح على ناحية كده وانت تشد البليد لفوق لغايه ما تشوف اللارنكس وتقوم حاطط الايه الانبوبه. Lift the laryngoscope anterior to expose the vocal cord. The tube with deflated cuff. يعني ما تحطش الانبوبه والبالونه منفوخه. تحط البالونه والانبوبه وتحط الانبوبه والبالونه فاضيه. Is passed under vision into the vocal cord. The endotracheal tube is placed so that the cuff distal to the cord. يعني الانبوبه بالبالونه بتعدي، يعني تعدي الفوكال كورد، لازم تعدي الفوكال كورد، وبعد ما تعدي الفوكال كورد تبقى تنفخ البالونه. البالون بتتنفخ ب 10 ام ال، هنا بقى هواء،
البالونه بتتنفخ ب 10 ام ال هواء، فاسطره البول سلاين، هنا هواء. ده اللارينجوسكوب بينور هو عشان نشوف، وبعدين بنقوم حاطينه ببق العيان ونزحلقه على الطنج ونزق الطنج على ناحية يمين أو شمال، نزحلق البليد ونرفع لقدام كده. واخدين بالكم من الرفع لقدام دي ولا رفع لقدام؟ لغاية ما اشوف الفوكال كورد واقوم زحلق الاندوتراكيال تيوب، وبعدين انفخ البالونة واثبتها بحته بلاستر. خلي بالكم الراس اكستندد شويه. بعدين بدخل البليد على الطنج وازيح الطنج يمين او شمال وارفعها وارفعه كده لقدام، يبان الفوكال كورد. وبعدين ببقى دهن الاندوتراكيال تيوب زيلوكين جيل، وبعدين ازحلقها ادخلها بين الفوكال كورد وانفخ البالونه. في مشكله يا ولاد في الاندوتراكيال تيوب؟ في حد عنده مشاكل يا ولاد في الاندوتراكيال تيوب؟ هنركب دلوقتي سنترال لاين من السبكليفيان فين او من الانترنال جاجولار فين. يعني هركب سنترال لاين من السبكليفيان فين او من الانترنال جاجولار. بنعمل لوكال انفلتريشن للزيلوكين في حته نص سنتي بلو كلافيكل و2 سنتي للكوستو كلافيكولار جوينت. يعني بره على الحته الكوستو كلافيكولار جوينت، الحته اللي ماسكه فيها الاسترن المصطوي، وابعد عنها 2 سنتي. وانزل تحت كده نص سنتي. اوكي؟ وبعدين بدخل سرنجه مليانه زيلوكين، وبعدين بشفط كده واحن زيلوكين، اشفط واحن زيلوكين، ودخل الإبرة هوريزونتال هوريزونتال بالراحة قوي. بدخل الإبرة هوريزونتال وزود الدبس بالراحة قوي. أزود الدبس بالراحة كده أولاد، يعني أخش صحيح بخش في العمق بس فيري شالو، زي ما أكون إيه نازل في البسين وأنت ما بتعرفش تعوم، فنازل في حتة شالو قوي كده بتغوط بالراحة قوي. بنبنكشر الانسايد سكين يوزنج وايد نيدل اتاتش تو سيرنج. يعني الاول بنحقن الزيلوكين، وبعدين بدخل ابره تخينه شويه بسرنجه فيها شويه سلاين واسحب على طول. اسحب وايل اسبيريتنج ذا نيدل از ادفانسد سلولي هوريزونتالي شالو في الدايركشن بتاع السوبرا سترنال نوتش، كاني رايح بالابره ناحيه السوبرا سترنال نوتش. يعني بدخل الإبرة بزاوية مثلا يا أولاد 10 درجات، زاوية 10 درجات. يعني اوعى تقوم مدخل الإبرة كده بالراحة جدا فيري هوريزونتال، وبالراحة رايح ناحية سوبرا سترنال نوتش. أول ما الإبرة تجيب دم، يعني ألاقي إن السرنجة سحب الدم، بعرف إن أنا في السبكليفيان فين. يعني أول ما أسحب ما الإبرة اللي أنا بشد بيها دي جابت دم دارك بلاد، بعرف ان انا في السبليفيان فين. بدخل جايد واير ثرو النيدل، لان انا مدخل ابره تخينه. يعني انا عمال بقى داخل بالابره بعد ما حقنت الزيلوكين، دخلت بابره تخينه وقعدت اروح بالتدريج 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 ناحيه الاسترنو كلافيكولار جوينت كده. وبعدين وانا بشفط لغايه ما الابره تجيب دم غامق، مش دم احمر بلسيتنج، دم غامق. يعني انا في السبليفيان فين بدك الجايد واير توارد الزهارت، يعني الجايد واير يخش بقى ناحيه الايه؟ ناحيه الهارت. النيدل اسكيبت ان بليس انتل ذا واير از باسد تو ذا هارت، يعني بفضل ادكك الجايد واير كده لغايه ما الجايد واير يوصل القلب. الحكايه دي يعني بتبقى مثلا 15 سنتي كده. طبعا بيقول لك في الرايت بتبقى 18 وفي الليفت 15، يعني احنا ما بنقدرش نحسبها قوي كده يعني، فاهمين؟ طبعا الرايت سايد اقصر شويه من الليفت سايد، لان الانفيرو فينا كيفا يمين، يعني الانفيرو فينا كيفا يمين، عشان كده بقول لك في ناحيه اليمين 15 سنتي وفي ناحيه الشمال 18 سنتي، لان الشمال انا رايح من الوريد الشمال رايح على اليمين، لكن الوريد اليمين رايح على الرايت اتريوم على طول.
عشان كده في الناحية اليمين بتبقى 15 سم، في الناحية الشمال 18 سم، وإن كان دي ما بتبقاش يعني. النيدل الزين ريموت، يعني أنا دلوقتي دخلت الجايد واير لغاية الرايت اتريوم، هشيل الإبرة خلاص كده، فاضل الجايد واير بس. And the central venous catheter is introduced through the guide wire. يعني خلاص شيل الإبرة بقى، وبعدين حط السنترال لاين على الجايد واير. الواير از ريموفد بعد كده، اول ما القسطره توصل للرايت اتريوم بنشيل الجايد واير، وباخد غرزه في بين القسطره وبين الجلد واحط دريسنج. طبعا انا عارف ان انا بتكلم بسرعه، بس اعتقد ان انا هوريكم فيلم دلوقتي طبعا كونفيرم البليسمنت باكس راي، انت عارفين القاعده دي. او بعد ما تركب يعني بعد ما تركب سنترال لاين لازم تعمل شيست اكس راي، يعني بعد ما تركب سنترال لاين لازم تعمل شيست اكس راي، لان اكتر كومبليكيشن في التركيب هو النيوموثوراكس او الهيموثوراكس. ده سوبراسترنال نوتش والسبكليفيان فين. خلي بالكوا الارتري ورا الفين، الارتري ورا الفين، الفين هو اللي سوبرفيشال، عشان كده انت طول الوقت داخل بالابره سوبرفيشال. لو دخلت في الارتري يبقى انت غوطت بالابره. ببعد 2 سم عن الاسترنوكلافيكولار جوين، وانزل نص سم لتحت، خلاص انزل نص سم لتحت، وبعدين احقن الزيلوكين بتاعي. بحقن الزيلوكين ليه؟ لان انا مدخل ابره تخينه، لان انا هدخل ابره تخينه، وبعدين هدخل ابره تخينه فيها شويه سلاين، وانا بدخلها ادخلها فيري شالو، وانا شدت المكبس لبره. بعد ما ادخلها وبشد المكبس لبره جاب الدم دارك، انا كده جوه الفين. شيل السرنجه، الابره اللي موجوده دي تخينه، اول ما بشيل السرنجه بتنقط دم. هدكك الجايد واير بتاعي اللي هو بيقول لك 15 سم بقى او 18 سم. بعد ما بدكك الجايد واير بتاعي بدخل الاول، بوسع الاول الجرح شويه، بوسع الجرح شويه، وبعدين بدخل دايليتور كده ولاد سنه، يعني بدخل دايليتور كده اوسع التراك سنه، يعني بوسع الجلد سنه بالمشرط، وادخل دايليتور كده على الجايد واير اوسع سنه، وبعدين بدخل السنترال لاين بتاعي. بعد ما السنترال لاين بتاعي دخل بقوم ساحب الجايد واير واقوم مثبته. واخدين بالكم من حركة 2 سم ونص سم؟ يعني انا بروح لغاية الاسترنوكلافيكولار جوين، بعدين انزل نص سنتي واحقن الزيلوكين. بحقن الزيلوكين بابرة رفيعة، وبعد كده بقى هدخل الابرة التخينة. بدخل ابره تخينه، انا هدخل منها جايد واير وادخلها هوريزونتال بالراحه كده وانا بشفط، لغايه ما الاقيها وانا بشفط فجاه جابت لي دم دارك، خلاص انا كده جوه السبكليفيان جيت. فهفك السرنجه، يتبقى الابره التخينه. الابره دي انا جايبها تخينه ليه؟ لان هدخل منها جايد واير لغايه ما الجايد واير يوصل لغايه الرايت اتري. دخلت الجايد واير خلاص، انا عايز ادخل السنترال لاين، بس في الاول هوسع له، فهوسع الجرح اللي في الجلد سنه، وبعدين اقوم مدخل دايليتور ازقه شويه كده لغايه ما التراك اللي تحت الجلد كله يوسع، من الجلد للسبكليفيان فين كله يوسع عشان يتحمل القسطره اللي انا هدخلها. وبعدين اقوم مدخل القسطره بتاعتي، وبعدين اقوم حاطط الايه اثبتها. ايه الاخبار يا ولاد؟ حد عنده مشاكل في السنترال لاين بس على الطريق السبكليفيان فين؟ كومبليكيشن طبعا ان انت ما تخشش في السبكليفيان فين، تخش في السبكليفيان ارتري مثلا، بس هيطلع لك دم احمر بلسيتي وانت غوطت جوه، او ان انت تعور الدوم بتاع البلورا وتعمل نيوموثوراكس او هيموثوراكس، او لما دخلت السنترال لاين بتاعك سنترال لاين سحب هواء وعمل اير امبوليزم. فاهمين الاير امبوليزم ده ممكن يحصل وانت بتدخل القسطره او انت بتستخدمها، يعني معروف ان انت لما تيجي تشيل محاليل من السنترال لاين التي بي ان ولا حاجه بتقفل السنترال لاين، وبعدين بتشيل المحلول اللي انت عايزه مثلا
التوتامين مثلا، وبعدين هتحط الجلوكوز 50% حطه، وبعدين افتح السنترال لاين. لكن لو سبت السنترال لاين مفتوح والعن اتنهد، هيقوم عامل اير امبوليزم، مدخل هواء يعني. فانت الاير امبوليزم ده مشكله طبعا في السنترال لاين يعني. ممكن تعمل ارتيريال بانكشر، ممكن تعمل انفكشن عليه وتعمل سيبتسيميا. عشان كده مفيش سنترال لاين يتشال من عيانه اولاد الا ما تعمل يعني تاخد طرف وتقطعه وتبعته كالتشر سنستيفيتي. تاخد طرف وتقطعه وتبعته كالتشر سنستيفيتي. وخلي بالك من العيانين اللي هم عندهم فيفر وليكوبينيا، ده بيبقى دايما فنجل انفكشن على السنترال لاين. يعني العيان يبقى عنده فيفر وليكوبينيا وعندي مين كومبرمايزد في اي سي يو، فخلي بالك من احتماليات الفنجل انفكشن على السنترال لاين. فاحنا خدنا قبل كده كومبليكيشن بتاع السنترال لاين. في مشكله في صفحه الكومبليكيشن ده؟ لا، في مشكله في صفحه الكومبليكيشن. ولاد ما فيش الا مروان اللي عنده كيبورد. انت ادي اندرو، انت ما عندكش كيبورد؟ يلا الكمبيوتر بتاعك محلوق له ولا ايه؟ طيب هنعمل كاثيتر من هنعمل كاثيتر من انترنال جاجولار فين. فاحنا هننيم العيان سوباين وراسه نازله لتحت، يعني سوباين عن سوباين وهيد داون بوزيشن، يعني زي ترندلنبرج، زي ترندلنبرج بوزيشن. بنيم العيان في ترندلنبرج بوزيشن، وبعدين اخليه يودي راسه الناحيه الثانيه. يعني انا هركب من جاجولار ده يودي راسه الناحيه الثانيه، ترندلنبرج راسه لتحت، وبعدين ايه يودي راسه الناحيه الثانيه كده. الميدل اوف ذا بوستيرير بوردر اوف سترنال ماستويد، 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 اوف ذا بوستيرير بوردر اوف سترنال ماستويد. يعني خلي بالك دايما ان احنا بنحس الكاروتيد من انتيرير بوردر، لكن لما بنيجي نركب سنترال لاين بنركبه من البوستيرير بوردر، يعني في نص العضله كده من على البوستيرير بوردر اوف سترنال ماستويد. الاوفرلاينج سكين بندي عليه زيلوكين، وبعدين نمسك المصل كده ونرفعها لفوق، يوم الانترنال جاجولار فين يطلع معايا لانه ماسك في الفاشيه بتاعه المصل، فكاني بثبته قبل ما اخرمه، كاني بثبته قبل ما اخرمه. الخطوه دي مش 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 ازنوطه مصدي يعني. يعني خطوه ان انت تمسك الاسترنو ماستويد وترفعها بايدك كده، تعمل لها بنشنج كده وترفعها، وبعدين تدخل الابره تحتها، يعني مش كل الناس بتعملها يعني. لكن هو فكرتها ان انت تثبت الانترنال جاجولار لانه ماسك الفاشيه بتاعته ماسكه في الاسترنو ماستويد. هوايل مينتيننج اسبيريشن ذا نيدل از باسد سلولي، يعني برضو نفس فكره ان انا ادخل الابره وانا شادد، حاطط فيها سلاين وشادد عشان تفضل نيجاتيف نيجاتيف ساكشن، وادخلها سلولي 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 كده لغايه ما تجيب دم دارك. اول ما تجيب دم دارك يبقى انا خرمت الفين خلاص. While maintaining aspiration, the needle is passed slowly deep to the muscle in the direction between external and clavicular head. بتاع الاسترنال ماستويد، يعني الابره داخله اتجاهها كانها رايحه بين الاسترنال هيد والكلافيكولار هيد اوف الاسترنال ماستويد. The rest is above the subclavian. يعني الباقي بقى زي ما عملنا subclavian catheterization. ده البوستيريور بوردر لاب بتاع الاسترنال ماستويد اللي عن راسه ناحيه السرنج، ها، ونايم راسه لتحت، نايم راسه لتحت، صدره عكس السرنجة، كأن السرنجة بص على رجله، السرنجة دلوقتي بص على رجله. هو يدخل بقى السرنجة كده يعني اتجاه التيب بين الاسترنال والكلافيكولار هيد اوف سترنال ماستويد، وبيقعد يحاول كده يا ولاد لغاية ما تجيب دم غامق. لما جاب الدم غامق راح مدخل الجايد واير بتاعه، وبعدين هيدخل الجايد واير ويسحب الابره، وبعدين هيوسع الجلد سنه، وبعدين يدخل الدايليتور بتاعه، وبعدين يزحلق الايه السنترال لاين على الجايد واير. نفس الفكره برضه يا ولاد، حوالي 18 سنتي وسع بسن المشرط، هيدخل الدايليتور دلوقتي، هيزق الدايليتور سنة كده عشان يوسع
السنترال لاين بتاعه، وبعدين هيقوم مدخل السنترال لاين. هما بيعرفوا 18 سنتي دي اولاد لما بيدخلوا 3 ارباع القسطره، يعني لما بيدخلوا 3 ارباع القسطره يسيبوا ربعها بس بره. طبعا الفيلم ده ما فيهوش حركه ان انا اشد الاسترنومستويد لفوق عشان اثبتها قبل ما ادخل الابره، بس ما لقيتش فيلم يعني في شده الاسترنومستويد وتدخيل الابره، بس لقيت ده حلو معبر يعني. طبعا بتوع الاي سي يو بيفضلوا دايما يدخلوها من الانترنال جاجولار امن، بس الرابطه والدريسنج كلها بتبقى فوق الكلافيكل، فالعام ما بيعرفش يحرك راسه كويس. اللي مريح للعام اكتر الساب كليفيان، بس اخطر في تركيبه، يعني بيعمل نيمو سوركس بنسبه اكبر يعني. ساعه الانترودكشن، وده باين من ان كل عيان انا بعمل له سنترال لاين لازم اعمل له بعديها شيست اكس راي. اي عيان عملت له سنترال لاين لازم اعمل له بعديها شيست اكس راي. بعد كده هاو تو درين ابسس. Deep abscess can be treated by ultrasound guided aspiration. Success cannot always be guaranteed. يعني مش شرط ان انت لما تخش تعمل ultrasound guided aspiration ان انت تقدر تشفط الابسس. لو multi loculated abscess مش هيتشفط كويس، وبالتالي لازم افتح. Percutaneous access may be difficult because the position of the adjacent organ. يعني مثلا عشان تخش على البنكرياس ده صعب قوي، لان البنكرياس في ظهره الاورطه بريك ايلا، انا خلصت تقريبا. يعني مثلا عشان تخش على البنكرياس صعب قوي. ليه صعب؟ لان انت داخل ما بين الاورطه والانفيريو فينا كيفا، فبيبقى وانت داخل الامور صعبه شويه. فاحيانا بتاع السونار يبقى الاكسس بتاعه عشان يخش يعمل لك الاسبيريشن الدنيا بتبقى صعبه شويه. الاوبن درينج بنعمل انسيجن جينرس انسيجن في حته ديبندنت، وده عكس التي بي ابسس. التي بي ابسس بيبقى في حته نوت ديبندنت عشان ما تعملش فيستل، لكن الابسس العادي بفتحه في حته ديبندنت. ويستحسن تفتح الونج سكين كريس، ولو الكوزموزيس ما يهمكش افتح كروشيت انسيجن واقطع الايدجز، لكن لو الكوزموزيس يهمك افتح على سكين كريس. بنفتح دايما بره للامبورتنت ستراكشر، ولو السكين كريس عكس الامبورتنت ستراكشر بنفتح هيلتون تكنيك. بعد كده بنفتح الكافيتي واقطع اللوكيولاي واعمل له باكينج، وبعدين الباكينج ده بشيله بعد 24 ساعه، فاهمين يا ولاد؟ وبنحط باكينج 24 ساعه، وبعدين اشيلها وحط باك تانية صغيرة كدرين كده لغاية ما تبطل تجيب مع الانتيبيوتيك، وخلاص هي بتلحم بعد كده بالسكندري انتنش. اقروا الصفحة كده ولاد وشوفوا في اي مشكلة في الصفحة، يعني عرفتوا تقروا الصفحة كله تمام؟ طيب الهيلتون تكنيك ان احنا هنقطع الجلد والفاشية عكس الخراج. ليه؟ لانه الخراج ماشي فيه امبورتنت استراكشر في اتجاه غير السكين كريس. يمكن اشهر حاجه انت عارفينها في الحكايه دي الباروتيد ابس، ان انا بفتح الجلد بالطول، لكن ساعه ما الجلد والفاشيا، لكن اول ما بوصل للباروتيد بقوم مدخل فيها الاله وافتحها بره للبرانشز بتاعه الفيشال نيرف، ودي خدمه 5 نجوم عشان كده بنسميها هيلتون. بنفتح الجلد والفاشيا في اتجاه السكين كريس، انتروديوس ساينس فورسبس اله، واوبن ات انسايد ذا ابسس in the direction of the vessel and the nerves to avoid ان احنا نعور، فاهمين يا ولاد؟ ونريبيت الحكايه دي، يعني نفتح كده في الاتجاه بتاع الفيسل والنيرفز، وبعدين نطلعها وهي مفتوحه عشان اعمل adequate opening، يعني اطلع الاله وهي مفتوحه كده عشان اعمل adequate opening، يعني تفتحها وتطلعها وهي مفتوحه شويه، يعني سيمي، يعني نص نص، لا مفتوحه على الاخر ولا مقفوله على الاخر، عشان بس الفتحه اللي انت سايبها تبقى كبيره، يعني مش قد الاله وهي مقفوله، لا قد الاله وهي مفتوحه شويه عشان تبقى فتحه كبيره تطلع الصديق.
الداتا بتاعت الهيلتون تمام يا رب. ايه؟ والشيراتون. باروتيد ابسيس، بلير انسيجن، وهيلتون تكنيك. فيرتيكال انسيجن ان ذا فرونت اوف ذا بيور اوف ذا اير لغايه الانجل اوف ذا ماندبل، وبعدين في الجلد والترانسفيرس والفاشيا، وبعدين ترانسفيرس انسيجن بقى في الباروتيد. يعني في ناس بتحب تفتح الفاشيا ترانسفيرس، في ناس تفتح الفاشيا لونجيتيدنا العادي، لكن ساعة ما توصل الباروتيد تفتحها ترانسفيرس. هي اللعبة كلها، اللي بيخاف وبيفتح الفاشيا كمان ترانسفيرس بيبقى خايف ان هو يكون جوه الباروتيد، ان هو دلوقتي جوه الباروتيد، فاهماني؟ وكل ده تو افويد الانجري اوف فيشن. هاو تو درين باروتيد ابسيس ذاتس هاو تو درين باروتيد ابسيس بريست ابسيس. ممكن نفتح راديال انسيجن نوت ريتشنج النبل والاريلا، وافتح الابسيس وانضفه عشان ما عورش الميلك داكت، عشان هو ده اتجاه ان الميلك داكت، عشان ما تعورش الميلك داكت وتعمل ميلك فيستلا. لكن ممكن افتح الجلد سيركم اريولار، وبعدين الابسيس افتحه بالطول، بالذات لو ابسيس صغير وقرب النبل والاريلا، او افتح الجلد سيركم اريولار وبعدين اقلب الاله وافتحها بره للميلك داكت. هيلتون تكنيك برضه. طب لو انفرا ماماري ابس، لو ريترو ماماري ابسس، بفتح انفرا ماماري في السكين كريز بتاع البريست، بفتح في السكين كريز بتاع البريست وارفع البريست بالديب فاشيا كده، ارفعه واطلع الخراج من تحت الديب فاشيا. يعني وهو كاتبها بطريقه تحسسك ان هو فتح في البريست وفتح تحت. الحقيقه احنا بنفتح تحت توماس انسيجن، بس تحت كده اللي هو انفرا ماماري انسيجن، واقوم رافع البريست بالجلد كده واجيب الصديد من تحت الديب فاشيا، لان اصلا الابسس مش في البريست، الابسس ريترو ماماري ابسس. وده بيبقى ممكن يطلع مثلا ابسس امبايما نيساسيتانس وطفحت لبره، يعني ممكن تبقى امبايما نيساسيتانس مثلا وطفحت لبره، والابسس مش في البريست خالص، الابسس ورا البريست. هيا يا اولاد بصوا كده على الصفحه وقولوا لي اذا كان فيها اي مشكله. تعال الاسكو ريكتال ابسس الكوزموزيس ما يهمنيش، فانا هقطع كروشيت انسيجن واقطع الايدجز، وبعدين امد صباعي اقطع جوه الفايبرس تيشو سته الملحوظه. لو الباص اكتر من 2 سنتي خلي بالك، لا يكون كولر شتاد ابسس وفي ابسس فوق الليفيتور ايناي، يعني ممكن يكون الابسس كده جزء فوق الليفيتور ايناي وجزء تحت الليفيتور ايناي، فانت فتحت كروشيت ونظفته بتاع، بس اللي جاي لك اكتر من 20 سنتي ممكن يكون ليها لوكيلاس فوق الليفيتور ايناي، يعني مش اسكويركتال ابسس بس، لا وبلفيك ابسس. فهنعمل ايه؟ هنوسع الليفيتور ايناي بالساينس فورسبس، او دخل صباعك في الفتحه كده ووسعها. اخر واحد ده اللي هو توماس، بنرفع البريست كده وافتح في الانفرا ماماري وارفع البريست بالديب فاشيا واجيب الخراج اللي ورا البريست. الخراج اللي ورا البريست ده طالع من الضلوع، طالع من الضلوع، بيبقى غالبا امبايما نيساسيتانس او اوستيومايلايتس في الضلع، يعني اوستيومايلايتس في الضلع او امبايما نيساسيتانس. فبفتح انفرا ماماري انسيجن توماس واقوم رافع البريست بالديب فاشيا واجيب الباص من تحت الديب فاشيا. معلش على ده الكلام مكتوب يعني ملخبط شويه في توماس انسيجن ده بالذات، يعني الكلام مكتوب ملخبط شويه، فانا اعتقد ان كتاب القصر العيني مكتوب ملخبط. يعني هو الكلام ليه علاقه بايه؟ بان البريست ابسس لو في حته نوت ديبندنت بنحط درين او افتح كاونتر انسيجن، فهو ده الكلام. يعني كاونتر انسيجن مي بي نيدد ان ذا لوور بارت اوف ذا بريست in case of independent abscess and the drain might pass through it. يعني الكلام ده مش ما يخصش التوماس، الكلام ده يخص البريست ابسس بصفه عامه. لو البريست ابسس في حته نوت ديبندنت بنحط درين او نعمل كاونتر انسيجن، وانتوا عارفين الكلام ده كله وانا شرحه لكم. يعني لو البريست ابسس في حته نوت ديبندنت بنعمل كاونتر انسيجن او نحط درين، لكن توماس انسيجن ده في الريترو ماماري ابسس بنعمل انسيجن اسمه انفرا ماماري انسيجن.
هو بص يا ولاد، هو نفس الكلام اللي في النظري، نفس الكلام اللي في النظري، فارق بس التوماس بنعمل انفرا ماماري انسيجن، وانا كنت كاتبه في النظري زمان، بس انا شلته لما لقيت ما فيش كتب بتكتبه فرحت شايله. لكن الريترو ماماري ابسس بيتفتح بانسيجن اسمه توماس انسيجن، وارفع الجلد بيديه فشل واشيل الصديد من تحتي. الحته دي اتقتلت ماتت، غير كده كله في النظري، كله في النظري باستثناء توماس انسيجن. وبالنسبه للاسكو ريكتال ابسس كله في النظر، كورشيت انسيجن وانضف واقطع اللوكولاي واحط باكين، كله في النظر، ما عدا حته لو اكتر من 20 سنتي ممكن تسسبكت ان في ابسس فوق الليفيتور اناي، كلها رشطب. ها يا اولاد تمام ولا ايه؟ كولد ابسس طبعا بنشفطه بالزد تكنيك، ولو في مشكله هفتحه، بفتحه بقى من هنا من اندبندنت سايت مش ديبندنت سايت، عشان خاطر ما اعملش تي بي ساينس، وبنقي حته هيلث سكين واخش اعمل الاسبيريشن بزجزاج واي او زد تكنيك، واعمل كومبليت اسبيريشن واحقن استريبتومايسين لايزر كولد نور ابسس. تمام، في مشكله يا ولاد في الزد تكنيك بتاع الاسبيريشن؟ اوبن درينج يوزد فور امبندنج رابشر او سكندري انفكشن، كولد ابسس امبندنج رابشر او في سكندري انفكشن هفتحه اوبن. بص يا ولاد في سكندري انفكشن امبندنج رابشر سيكيزيس ماتيريال مالتي لوكيليتد، ففي فيلير اوف اسبيريشن. الكلمتين بقى امبندنج رابشر او سكندري انفكشن، يعني مالتي لوكيليتد او ثيك دي كلكم عارفينها، فاضل بقى امبندنج رابشر وسكندري انفكشن، امبندنج رابشر وسكندري انفكشن. ممكن نعمل له اوبن درينج. الاوبن درينج بفتح في حته نوت ديبندنت عشان ما تعملش تي بي ساينس، واجحت الجدار وارش ستريبتومايسين واقفل من غير درين، اقفل من غير درين، اقفل من غير درين، اقفل من غير درين، لا تعمل تي بي ساينس. هقفل من غير درين لا تعمل تي بي ساينس. خلي بالكوا التي بي كله يشترك في ان انا بشفط من حته نوت ديبندنت، بفتح في حتة نوت ديبندنت، يعني هشفط هفتح في حتة نوت ديبندنت عشان ما تعملش ساينس، هشفط او افتح في التي بي في حتة نوت ديبندنت عكس الخراج العادي. الخراج العادي بفتحه من حتة ديبندنت، لكن التي بي بفتحه من حتة نوت ديبندنت عشان ما تعملش تي بي ساينس. في مشاكل يا اولاد في التي بي قبل ما انقل على السيس ترانك؟ خدناها كتير بس يعني ما يعني عشان بس الباب بتاع الماينور ده يبقى خلاص كده، ما حدش يقدر يقول لي ان في مشكله. يعني سيسترانك اوبريشن بفتح بالعرض، ليه بفتح بالعرض؟ عشان خاطر السكين كريز بالعرض، بشيل اليبس من الجلد عشان الجلد ما يبقاش لوز وريدندن، وبعدين بشيل السيست والترانك والسنترال بارت اوف هايب بون، وبطلع اشيل ويجي من الطنج كده. ولو ما عملتش كده وشلت السنترال بارت اوف هايب بون ويجي من الطنج، هتقلب الى من سار جلوسال سيست لسار جلوسال فيست. سار جلوسال سيست او فيست لا، بنعمل ترانسفيرس الليبتيكال انسيجن اراوند السيست او الفيستلا، يعني بنشيل اليبس من الجلد عشان ما يبقاش بعد ما اشيل السويلنج ما يبقاش لوز، بشيل الليبس من الجلد. بدايسكت السار جلوسال تراكت اب تو ذا تانج، ريموف السنترال بارت اوف هايب بون وبارت من البيز اوف ذا تانج لغايه الفورامين سيكا. دايما الريكرنس ديو تو انكمبليت ريموفال اوف سار جلوسال تراكت، يعني دايما حصل ريكرنس لان انت ما شلتش التراك كله. في مشكله يا ولاد في السيسترانك اوبريشن؟ عايز اقول لكم برضو ازاي نشيل لايبوما. بنعمل اليبس في الجلد عشان بعد ما اقفل الجلد ما يبقاش ريدندنت، فبعمل اليبس في الجلد برضو واشيل اليبس، والاليبس يبقى في اتجاه السكين كريس، الاليبس يبقى في اتجاه السكين كريس، وبعدين اخش بين الترو والفولس كبسول واعمل لها انكليشن، يعني افتح الفولس كبسول واخش بين الترو والفولس كبسول واعملها انابليش، ودور على البيديكل اللي بيديها بلاد سبلاي واربطه قصه، يعني البيديكل اللي بيديها بلاد سبلاي اربطه قصه. تاني يا اولاد بعمل اليبس في اتجاه السكين كريس زي السيسترانك، جراحه كلها نفس المبادئ، اليبس في اتجاه السكين كريس
وليه مش ترانسفيرس انسيجن؟ عشان ما اسيبش جلد ريداندنت، لو حاجه صغيره ما بشيلش اليبس بفتح في الديسكين كريس، لو حاجه كبيره شويه بشيل اليبس عشان بعد ما اشيل ما يبقاش الجلد لوز وريداندنت، وبعدين هفتح الفولس كبسول واخش في البلين اوف كليفج ما بين الفولس والترو كبسول واعملها انكليشن. فمن الغادي يتبقى بينيكل اربطه وقصه وقفل. لو الكافيتي كبير، لو الكافيتي كبير يعني كانت لايبوما كبيره ولا حط درين، لو الكافيتي كبير حط درين. هشرح ايه بالليل؟ هشرح البوتس ديزيز اوف ذا سباين، وهشرح السباينا بيفيدا، ومش فاكر مش فاكر، بس كل اللي انتوا طلبتوه مني انا حطيت السلايدز تحت بعض كده تك 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 خلصوا. ولو في بواقي فاسكولار، بواقي بريست، يعني حد كان عايز حته في الفاسكولار، حد كان عايز حته في البريست، هذا ما يعني حاضر حاضر، عناية دعاء حاضر. اكتبي لي الحاجات اللي انت عايزه ان احنا نعمل لها ريستريمينج، ونعمل لها ريستريمينج عيني حاضر، والهرنيا حاضر. حصه السلايد الاسكي هتبقى امتى مثلا؟ مش عارف يا احمد، يعني امتى مش عارف، لما تجهز. يعني انا ماسك شويه سلايدز زباله، عايز اجيب لها صور نظيفه شويه احطها، وانضف الاسئله وانضف الحاجه. انا ما اعرفش اشرح على حاجه زباله كده، يعني ما اعرفش اشرح على حاجه زباله كده، لازم اجيب صور نظيفه احطها واحط لها اسئله نظيفه وارتبها واعمل كده يعني برزنتيشن حلو، بحيث ان انا لما اشرحه انت تفهم فيه ايه. انما او انا مش اخوك الكبير عشان امسك البتاع افرقها معاك، الصوره دي وسخه، الصوره دي وسخه، الصوره دي وسخه، باي 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 باي، يعني مش كده يعني، فاهمني؟ فربنا يصلح الحال ان شاء الله. يعني اول ما يجهز هتلاقيني بعت لكم على الجروب يايا، لهم داخلين دايسين على الايه، على البرزنتيشن ده مخلصين، فاهمين الرد؟ بس يعني على بالليل بقى بعد ما اخلص كل الزيادات هشوف انتوا عايزين تعملوا ستريمينج لايه ونعمله ستريمينج عيني. حاضر. حد عايز حاجه تانية يا اولاد؟ ذاكروا بقى اولاد، يعني ذاكروا. يعني بص، انت دايما حاسس ان في مشكله، هو المشكله الوحيده بس ان انت محتاج تذاكر، ذاكر بقى. اوكي، ان شاء الله ربنا يسهل. مش عايز حد، دونت بانيك دونت بانيك. هو عمار، عمر بينزل الحالات، عمر بينزل لكم الحالات كل يوم بالاجابات بتاعتها. عمر بينزل الحالات ولا وقف؟ طب انت شفتها مره ليه عمار؟ ما بتخشش ليه يا حبيبي؟ تخش تشوف الحالة وتشوف الإجابات بتاعتها. ليه ما ليه يا عمار؟ ما تخش يا حبيبي تشوف الحالات وتشوف الإجابات بتاعتها. يعني أنا ماسك الحالات كلها ومجاوبها كلها، أعمل إيه يا أولاد بعد كده؟ أحط صباعي ببقك؟ أعمل إيه تاني؟ يعني أنا حاطط لك الحالات كلها بتاعت القصر العيني ومجاوبها كلها، عايز إيه تاني؟ عايزين إيه تاني يا أولاد؟ ما تمد إيدك بقى، ما الدنيا يا أولاد ما بتديش حد عايز. الدنيا بتدي حد عايز وبيمد ايده، الدنيا ولاد بتدي حد عايز وبيمد ايده، ما بتديش حد عايز لان كل الناس عايزه، كل الناس عايزه، كل الناس. ما ينفعش تقعد كده عايز امتياز، عايز ليه؟ عايز امتياز ليه؟ عايز امتياز ليه؟ بقول لك ده الناس بتحل حاله، بتحل حاله مع الطلبه كده. حاضر، انت عايزني احل حاله او حالتين معاكم؟ حاضر، هحل حاله او حالتين معاكم. ده انا اولاد حلل لكم كل الحالات، ريتن حلكوا كل الحالات. هو مش قادر يقرا، مش قادر يقرا الحل. يا دكتور حل معانا حالات. طب ما تحل انت، ما انت لما هتحللها لك انا هحل معاك يا اولاد حالتين ثلاثه كده عشان خاطر ايه تبقوا مطمنين ان انا حليت معاكم الحالات، هقراها معاكم يا اولاد. حاضر، هقرا الحالات اللي انا حليتها معاكم. والله يا ولاد حاجه غريبه جدا، اعصابكم بايظه، اعصابكم بايظه. وطبعا الفتره دي انا حتى ما شفتهاش قوي، لان في الفتره دي كنتوا انتوا بتبقوا في بيوتكم، يعني انتوا في بيوتكم خلاص، فانت اعصابك بايظه بس مش خلاص، بس مش قادر تعمل حاجه. المشكله بقى ان انا معاك كل يوم، فانت ايه كل ما الحقيقه يا دكتور العفريت طلع لي تاني بالليل، العفريت طلع لي بالليل. لكن حاضر يا عمار، عينيا يا حبيبي، حاضر هنقي كم حالة كده واحلهم معاكو
وحلهم معاكم. حاضر يا اولاد، بس والله يا اولاد انا عامل لكم كل الحالات محلوله، كلها محلوله، ما حدش بيعمل كده اولاد خالص والله. يعني انا عامل لكم الحالات كلها محلوله، مش عشان حاجه، ده انا كنت ناوي لو المهندس الزباله ده كان عمل لي السايت انا كنت هحط لكم الحالات كلها محلوله على السايت، تخش في اي وقت وانت بتحل الامتحانات لقيت الحاله دي مضايقاك تعمل كليك عليها تطلع لك الحاله، وانت بتحل الحاله دي لقيتها مضايقاك خش على السايت اكتب تطلع لك الحاله، اضغط كليك تقوم طالعه لك. فاهمين يا ولاد؟ طبعا انا بعمل السايت بقدر المستطاع عشان انتوا نفسيا تحسوا ان الحاجه كلها تحت ايدك في اي وقت. يعني انا نفسي اعملها عشان تبقى يعني ربنا يسهل ان شاء الله المهندس بتاع امريكا يطلع امريكاني بجد، يعني يطلع كويس، بس هو ابرنتلي لما بكلمه مش حاسس ان هو غير الحمير اللي هنا، يعني حاسس ان هو مختلف عن كميه البهايم اللي انا اتعاملت معاها. يعني اعمل ايه يا اولاد؟ ابعت لكم كمان الحالات كلها محلوله على الجروب؟ ابعت لكم الحالات كلها على الجروب يا اولاد محلوله كمان؟ اعمل لكم ايه تاني يا اولاد قولوا لي؟ عيني حاضر. ايه تاني يا اولاد؟ ان شاء الله يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس هحل معاكم الام سي كيوهات بتاعت السبيشيالات كلها ان شاء الله، وانا بجهز لكم التيبس بتاعتها، ويعني مش عارف بقى لا والله العظيم لو في اي حاجه تانية يا اولاد في الدنيا ممكن اعملها تريحكم نفسيا والله ما هتاخر خالص. يعني فكروا زي الواد عمار كده لما لقى ان هو مش قادر يقرا الكيس بالحل فقال يا دكتور اقرا انت. حاضر حاضر انا حاضر، لكن عناية ولا تفكروا كده واللي انتوا عايزينه كله والله هعمله لكم من عناية دي قبل عناية دي. خلاص يلا يلا انت هو نعيم.